صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير عليك يا أم دليلة ومروان. الأم يعني كل الأشعار اتكتبت في حب الأم، وكل أفلام السينما خلدت الأم في رسائل كبيرة جدا. الأم لو عادة نتكلم عليها من هنا لبعد بكرة محدش يعني حيوفي حقها. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، زي ما قال حافظ إبراهيم. الموسيقار العظيم بيتهوفن قال إيه؟ قال إن أرق الألحان وأعذب الأنغام لا يعزفها إلا قلب الأم. قلب الأم هي اللي بتعزف أرق الألحان وأعذب الأنغام. الأم كل البيوت مظلمة حتى تستيقظ الأم، المقولة المشهورة المعروفة. الأم لو قعدنا نتكلم عليها من هنا لبعد بكرة مش هنوفيها حقها، لأن هي فعلا هي اللي شالت، هي اللي ربت، هي اللي علمت، هي 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 هي. في عيد الأم وجه لنا رسالة لوالدتك، تقول لها إيه؟ احكي لنا عن موقف تقول من خلاله فعلا إن هذه الأم قدرت إنها تربي وقدرت إنها تعلم وقدرت إنها تكبر، وتقول بالفعل إنها ست عظيمة. تقولي إيه يا منى؟ أول كل سنة مستيبة يا أمي. بس هقول لك على حاجة، أنا عندي وجهة نظر، يعني إحنا أنا عن نفسي مش هعرف ألاقي موقف معين لأمي أقدر أقول من خلاله ست عظيمة، لكن أقدر أقول إنها ست عظيمة عشان هي أمي، وعشان هي هي ربنا يخليها ويبارك فيها. هي شخصية في حد ذاتها شخصية كويسة جدا، عظيمة، حمولة، معطاءة، كل الحاجات اللطيفة بتاعت الأمهات دي أنا أزعم إنها موجودة عند أمي بزيادة. أو ده إحساسي، معرفش، كل واحد يمكن يبقى حاسس كده، بس انا مش هقدر اقول بقى هي اللي كانت بتسهر هي كل الحاجات دي الأمهات بتعملها عادي، لكن انا شايفه انها عظيمه عشان هي عظيمه. ربنا يبارك فيها وفي صحتها ويساعدها انها تفضل تساعدني على طول وتساعد ولادي كمان يا رب دايما يا رب دايما. بس ما عنديش حاجه ثانيه اقولها. انت يا مصطفى. انا امي ست عظيمه جدا. امي كانت بتشتغل في مصر للطيران لغايه الساعه 2 الظهر، ترجع تطبخ، وبعد ما تطبخ تقعد تذاكر لنا واحد واحد. ما خدناش دروس دي غير في ثانويه عامه، يعني احنا الحمد لله ثلاثه اولاد، كل واحد فينا الحمد لله يعني مهم في مكانه، مش هقدر اقول غير كده، كبير في مكانه. الام لغايه دلوقتي، احنا حتى الان يعني شوفي هي كبرت ما شاء الله عليها فوق ال70، بس مش ستات بتوصل ل70، كل الستات بتتوقف عند سن ال50 او ال40 وبعدها بتزداد خبره وجمال. طبعا حتى الان احنا في فلكها بندور، لغايه لحظتنا دي احنا يعني هي اللي تكلمنا، هي اللي تسال علينا، هي اللي تطمن علينا. مهما نروح ونيجي تبقى عندنا مشاكلنا، مفروض احنا نبقى مهمومين بيها وبنبقى مهمومين بيها، بس هي دايما اللي بتبادر، وهي اللي بتحتوي كل المشاكل، وهي هي العمود الفقري. بس انا ما اقدرش اعمل كده يا مصطفى، انا ما اقدرش اقول لها انا عندي مشكله الكذا، انا اشفق عليها، يعني ما اقدرش اعمل كده دلوقتي. بالعكس، لو عندي مشكله بقى يا اما بقى متعصبه شويتين وخلاص، يا اما بكتب جوا نفسي، لكن انا ما اقدرش دلوقتي ازود عليها حمل ان انا اقول لها انا عندي مشكله الكذا ويلا نتناقش ويلا نفكر. انا هفكر شويه وهوصل لحل، او مش هوصل واحسبها كده وخلاص، لكن امي هتفضل قاعده وتفكر وتعيد وتزيد وتفكر وتشوف حلول وحلول بديله، وتبقى حاسه ان مسؤوليتها انها تحلها، حتى لو هي الموضوع مثلا في الشغل مثلا. أي.
انا اشفق عليها ان انا احطها في هذا الموقف دلوقتي. ما تقولي لهاش اي مشكلة. لا ما بقتش اعمل كده. والله هي اللي بتسال علينا وبتطمن علينا، ربنا يخليها لنا يا رب ويحميها يعني هي فعلا وجودها في حياتنا بركه، هي كمان اللي لما الدنيا كلها. هي كمان امي اكبر اخواتها، فهي كمان مش امنا بس، هي ام اخواتها كلها. فلا امي ست عظيمه جدا جدا وست حكيمه جدا، ربنا يبارك لينا فيك يا امي ويخليكي لينا ويطول في عمرك، احنا عايشين في بركتك يعني ما اقدرش نقول غير كده ابدا. ربنا يبارك في صحتها وفي عمرها، ربنا يبارك في صحه امي وفي عمرها، وربنا يبارك في صحه كل الامهات، وربنا يرحم الامهات اللي مش موجودين دلوقتي. انتوا اكيد موجودين وعايشين جوه قلوب ولادكم، اللي اكيد دلوقتي انتوا بتبقوا سعداء انكم بتدعوا لامهاتكم وبتبروهم في عيد الام، سواء للي موجود وموجود معانا او للي مش موجود. ما ينفعش ننسى ابدا ان احنا في عيد الام نعيد على كل الامهات ونسلم عليهم ونصبح عليهم ونشكرهم على اللي هم عملوه معانا. يعني صباح الخير يا مولاتي. صباح الخير يا مولاتي، وصباح الخير يا مصر. أجمل الأغاني كانت عن الأم طبعا. يعني على أي حال بنصبح عليكم مرة تانية، خلينا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين علشان نتعرف منها على آخر أخبار المرور في القاهرة وباقي المحافظات، ونسألها برضو سؤال الحلقة. صباح الخير يا لم. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا منى، وكل سنة وانت طيبة النهاردة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. كل سنة وانت طيبة يا لم. ايه اللي جبتي الابتسامة دي منين؟ انت لسه في الفصل حالا، اول ما شفتي الاغنية ابتدت عليك الدمع. الاغنية دي بتعيطني بتفكرني بمشاعر كتير قوي. كل سنة وانتوا طيبين. والحقيقة الأم دي الشخص الوحيد أو الكائن الوحيد بتهيألي اللي في الكون ما ينفعش نكتب عنه شعر ونقول هو ده اللي هيوفيها أو هيكفيها، ولا حتى ممكن أفتكر لها موقف ما وأقول أصلها ست عظيمة عشان عملت الموقف ده. أنا ممكن أقول لك يا لمياء إن أنت أم عظيمة وأم كتكوتة صغيرة وفي نفس الوقت عندك تحمل مسؤولية. وأنا بشهد بده على فكرة. أمي أحسن بكتير. أمي أنا فاكرة يعني أنا مثلا عمري ما جبت لماما هدية عيد الأم، تخيلي بقى، لانه كل مره كنت احاول اجيب لها هديه كانت تتخانق معايا وتقولي ما جبتيش ليه لنفسك حاجه، انا مش عايزه حاجه، وكانت تصمم ان انا ارجعها واجيب لنفسي حاجه. تخيلي مامتي طول عمرها وهي دايره في فلكي وعايشه، ويعني عايشه حياتها كلها ليا، ودلوقتي عايشه ليا انا وابني، فما اظنش ان في حاجه ممكن توفيها او تكفيها، ولا حتى كلمه شكر دي حاجه بسيطه قوي عليها. كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وكل الامهات اللي في الدنيا طيبين وكويسين ومسنودين وعايشين ببركه. تقولي لها ايه من قلبك كلمه النهارده كده على الهواء قدام الناس؟ هقول لها انا بحبك قوي، وما تزعليش مني لو كنت زعلتك في حاجه، وربنا يخليكي ليا. ويلا نشوف نشره المحاضره. انت هتعرفي تقولي النشره كده؟ هتعرفي تقولي النشره كده؟ الموضوع هيقلب بقى نكد. واحنا الصبح كل سنه وانتم طيبين، وربنا يخلي كل امهاتنا لينا. ودلوقتي مره تانية بنصبح على مشاهدينا، صباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين مره تانية. وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبداها من محافظه القاهره وبالتحديد من كوبري اكتوبر عفوا، اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه مش بتاثر لحد دلوقتي على معدل الحركه، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه متقطعه تبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لحد غمر. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مروريه، وده طبعا بسبب اعمال التوسعه اعلى منطقه المهندسين. الكورنيش من المظلات لحد وسط البلد فيه كثافات مروريه، اما شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وكمان في كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة، ونبدأ من شارع الهرم اللي بيشهد طبعا كثافات مرورية، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتبتدي تزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. وفي كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل كمان في كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل، وكمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة، ولحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. الطريق الدائري اللي قادم من أكتوبر مغلق، والتوجه بيكون إجباري من نفق حازم حسن لحد محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية حتى منطقة التوسعات، كمان في كثافات قبل الدائري حتى ميدان لبنان.
هنروح لمحافظة اسكندرية في كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات إنما متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب. نفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية. وعلى طول الشارع هنلاحظ أن الكثافات المرورية موجودة إنما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد حواليه كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، كمان في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية أو جولتنا المرورية في محافظات مختلفة من مصر، ونرجع مرة تانية لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا أجدع أم. شكرا يا مصطفى. شكرا ليك. النهارده عندنا مجموعة من الأحداث والفقرات إن شاء الله اللي تهم حضراتكم. خلينا نبتدي على طول بالأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن الغرامات. بالفعل القرار ده لقى صدى واسع وكبير جدا. امبارح ايضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لبحث زياده حجم صادرات الملابس الجاهزه الى مختلف الاسواق. القوات المسلحه ايضا نظمت عدد من الزيارات لامهات الشهداء بمناسبه الاحتفالات بعيد الام. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية. يأتي حرص سيادة الرئيس على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية وتأكيداً على احترام المرأة المصرية اللي بتناضل في كل ميادين الحياة. وامبارح وبمناسبة احتفالات يوم المرأة المصرية وعيد الأم، أصدر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بالعفو الرئاسي عن الغارمات، بحيث يتم الإفراج عن جميع الغارمات والغارمين ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل ليلتئم شمل الأسر قبل حلول شهر رمضان الكريم. وامبارح عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بحضور حفل تكريم الأم المثالية المصرية 2023، وقالت: سعدت بوجودي بالنماذج نسائية ملهمة استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان. وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت: تحية اعتزاز مني لكل امرأة مصرية هي السند والعون لأبنائها وأسرتها، وكل عام وكل أمهاتنا بخير وسلام. وامبارح عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لبحث سبل تعظيم حجم الصادرات من صناعة الملابس الجاهزة إلى مختلف الأسواق، ومناقشة مقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد. وقال رئيس الوزراء في مستهل اللقاء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اجتماعات ولقاءات بيتم عقدها مع رجال الصناعة وكبار المصدرين في العديد من المجالات لبحث سبل التعظيم من حجم الصادرات من مختلف منتجاتهم إلى الأسواق العالمية. وامبارح التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع رودولف كلوتشر عضو مجلس إدارة شركة بي أس أتش للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة بوش الألمانية. وأكد دكتور مدبولي أنه داعم بشكل دائم للشركة منذ أعلنت عن نيتها إنشاء مصنع لها للأجهزة المنزلية في مصر، وقال: كنت أتابع بنفسي جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع وسبل حل أي معوقات خاصة بها. وامبارح شهد دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات في اليونانية المالكة لشركة أنتي بوليوشن، ورجل الأعمال المصري اليوناني أريك آدم من جانب آخر، لإنشاء شركة أنتي بوليوشن إيجيبت، شركة مساهمة جديدة بتقدم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت عدد من الزيارات لأمهات الشهداء في محافظات الجمهورية المختلفة بصحبة عدد من الفنانين، وده بمناسبة عيد الأم.
وقدمت لهم هدايا القيادة العامة للقوات المسلحة ونقلت تحيات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأم. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي اللي نفذته عناصر من قوات المظلات SOFO2 المشترك والصاعقة والوحدات الخاصة البحرية المصرية مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية واللي استمر لعدة أيام بمصر. تضمنت الفعاليات التدريب على اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية وتحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية وكمان إجراءات مجابهة العبوات الناسفة المرتجلة وتنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية والإسعافات الأولية لدواعي إنقاذ الحياة. امبارح خلال فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن في حرص شديد على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن وبشكل موضوعي. لجدال الهدف الرئيسي في النهاية هو حماية الأسرة والأبناء. أنا شايف وزير العدل موجود مش كده؟ طب ما تقول كلمتين عن موضوع اللي هم الناس كلها قلقانة منه، وبعد انت ما اتكلمت معايا في اللقاء بتاعنا الناس قالت كلام كتير قوي احنا ما قلناهوش، فبس طمنهم على موضوع حتى حاجه واحده يمكن نحتاج ان احنا اولا خلي بالكم كلكم، وانا الكلام ده بقول ليكم وللناس في مصر، فعلا احنا كلنا حريصين على ان قانون الاحوال الشخصيه هيبقى قانون متوازن وموضوعي جدا جدا وبعيد النظر. واسمحوا لي اقول لكم اصل ما فيش حد ليه مصلحه إن إحنا نعمل غير كده. يعني ما تفتكروش في البرلمان إن هيبقى مثلاً الصوت ضد الموضوعية وضد التوازن. إحنا في النهاية هدفنا إن إحنا نحمي الأسرة ونحمي الأبناء أو البنات اللي من الأسرة ديت. ده بس قاعدة عامة لازم تكونوا منتبهين لها أو بأكدها لكم. ثم احنا قلنا هنعمل نقاش مجتمعي كبير قوي عشان اطمنكم على ان الموضوع يخرج بالشكل اللي هو الموضوعي والمتوازن. بس عايز اقول لكم على حاجه، كل صاحب قضيه هيبقى ليه وجهه نظر خاصه بيه هو حسب حالته. يعني النهارده لو انا عندي مشكله هتبنى، يعني صعب جدا ابقى موضوعي ومتوازن مع نفسي، صعب، مش هقول مستحيل لكن صعب ان الانسان يبقى موضوعي متوازن في قضيه خاصه بيه، وبالتالي لما بيتكلم عنها بيتكلم وبيدافع عن موقفه بشده، ولو اي حاجه غير كده بيبقى استعداده لاستقبالها مش سهل. سيادة الرئيس ايضا اشاد بدور المراه في المجتمع وقال ان المراه المصريه معين لا ينضب من الوعي السليم وهي قوه دفع هائله للوطن، عشان كده هي تستحق الافضل، تستحق من الدولة والمجتمع أن يتبذل قصارى الجهد علشان توفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع المجالات. إن المرأة في جميع أدوارها في المجتمع أثبتت مرة بعد أخرى أنها معين لا ينضب من الوعي السليم ومزيج فريد من العقل والقلب ومن الموضوعية والعاطفة، بما جعلها دائما قوة دفع هائلة للوطن في محنه وشدائده قبل أوقاته السارة والسعيدة. وبالصدق أقول لكم كمواطن مصري مهتم بأحوال هذا الوطن وشعبه إن المرأة المصرية تستحق ما هو أفضل، وتستحق من الدولة والمجتمع أن يبذل قصارى الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع المجالات. أيضا خلال احتفالية امبارح سيادة الرئيس أعلن عن مجموعة من القرارات لدعم المرأة المصرية، منها تمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة ليها، وكمان تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة. كمان أيضا كان فيه هناك اهتمام كبير بحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها، وذلك في القوانين التي ستصدر بعد ذلك في مشروعات قانون العمل. خلينا نشوف. واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية أوجه الحكومة بما يلي: إصدار قرار بتمثيل المرأة
في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة. التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل. التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل. تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر، متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل. كما قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. والحقيقة صحيح السيد وزير الداخلية كنت بتكلم معاه فقال لي خرجوا النهاردة بمعززين مكرمين، هم 85 غارمة وحتى الغارمين. وممكن من فضلك الميكروفون لو سمحت، أنا بس عايزك تطمنهم يعني على الإجراءات اللي تفضل. هو حضرتك تفضلت بإصدار قرار بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات اللي موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهم عددهم 85 شخص، 40 سيدة و45 رجل، باعتبار ان الرجل رب الاسره ايضا، يعني حضرتك تفضلت بالعفو عنهم. وتم فعلا تنفيذ القرار، وتم كمان حضرتك تفضلت بان يكون في مساعده لتخطيط. المساعده من عندك انت يا محمود، انت اللي المساعده من وزاره الداخليه. لا يا فندم، لا من عندك، توجيه حضرتك فندم. لا لا صحيح، المساعده من عندك انت، اتفضل. مساعده المخرج عنهم حضرتك ل تغطية مصاريف شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. كان مهم قوي ان احنا ان هم يعني اهلنا يكونوا موجودين في بيوتهم دلوقتي ويعني يبقوا موجودين في الشهر الكريم ده مع اسرهم، وندخل البهجة والسرور عليهم. يعني القرار الغريمات قرار إنساني من المقام الأول، اهتمام القيادة السياسية بالإفراج عنهم قبل شهر رمضان، أعتقد أنه لفتة إنسانية عظيمة جدا دخلت قلوب كل المصريين، ويمكن يعني كان صداها واضح في شفناها في القاعة وشفنا استقبال كل الموجودين أو الموجودات كمان بالذات لهذا القرار الإنساني. صحيح. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح، كان منها افتتاح الممشى السياحي الجديد في مدينة الغردقة، كمنها أيضا الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير 54 مكتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة البحيرة. أيضا كمان في المحافظات امبارح تم افتتاح منشآت صناعية جديدة بمنطقة كوم أوشيم بتكلفة 320 مليون جنيه في الفيوم، وافتتاح مدرستين بمدينة الطور في جنوب سيناء ضمن احتفالات الذكرى 34 لعودة طابة. وإحنا كنا موجودين في صباح الخير يا مصر، جمانة ماهر ومحمود جميل كانوا موجودين وشفنا مع بعض يوم السبت قد إيه كان يوم مختلف واحتفالية كبيرة في صباح الخير يا مصر. خلينا نتابع أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من البحر الأحمر اللي شهدت افتتاح الممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي بالغردقة بحضور عدد من السياح وملاك وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة. الممشى طوله 8 كيلومتر وبيضم مظلات ومساحات خضراء وأشجار وكافيهات ومحلات سياحية وأماكن انتظار سيارات. في البحيرة تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 54 مكتب بريد، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة. في شمال سيناء تم الإعلان عن إنشاء محطات لتحلية المياه في مختلف قرى وتجمعات مركز ومدينة الشيخ زويد لتوفير مياه الشرب للمواطنين وحفر 18 بئر مياه للزراعة. في الفيوم تم افتتاح منشآت صناعية جديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بقيمة إجمالية 320 مليون جنيه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في أسوان تم توزيع 3000 سلة غذائية بقرى مركز نصر النوبة وأيضاً بقرى وادي النقرة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ضمن المشاركة المجتمعية في مبادرة الناس لبعضهم. في الدقهلية تم تسليم الدفعة الخامسة والأخيرة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 24 معدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023. المعدات دي هيتم توزيعها على مراكز حي غرب وبالقاس ودكرنس وبني عبيد وتمي الأمديد وأجا والسنبلاوين. في الوادي الجديد تم افتتاح مبادرة الإطعام الخيري للطلاب المغتربين بمقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة، وبتبلغ الوجبات اليومية 500 وجبة ساخنة بتقدم للطلاب على مدار العام، وده للتوسع في توزيع الوجبات للأسر الأكثر احتياجاً والحالات المستحقة. في بني سويف تم تنظيم قافلة طبية بقرية نصر جمعة مركز سمسطة مكونة من 8 عيادات، وتم الكشف على 1102 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في الإسكندرية تم افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيرفيس الكيلو 21 واللي بيسع ل 200 سيارة على الخطوط العاملة بالمواقف الداخلية. في جنوب سيناء تم افتتاح مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي ومدرسة النصر بمدينة طور سيناء، وده على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى 34 لعودة طابة، وبتضم المدرستين 39 فصل دراسي بتكلفة إجمالية تتعدى 17 مليون جنيه. اهلا بكل مشاهدينا من جديد، بنصبح عليكم ونفكركم بسؤال حلقتنا النهارده، يا ترى ايه الموقف اللي انت من خلاله حسيت ان امك هي اعظم ام، وايه هي المواقف اللي انتوا دايما ما تنسوش ابدا فيها والدتكم؟ خلينا ناخد اول كومنت من عبد الحكيم فهيم الحايز، بيقول صباح الخير يا مصر، صباح الخير عليكم كلكم. طبعا عيد الام من افضل الاعياد، أمي ربت 11 فرد في أوقات كانت صعبة، ومن أفضل المواقف بداية عملي المرتب ضاع وأنا كنت زوج ورب أسرة، وكانت تقول لي فداك وخد أي فلوس تحتاجها، وكفى علينا حضنها الدافي رحمة الله عليها وعلى أبي وعلى كل أموات العالم أجمعين، ورمضان كريم في جميع أنحاء العالم. كل سنة وانت طيب يا أستاذ عبد الحكيم. الأم هي العطاء، العطاء دايما. محمد أبو روكا توب فان عندنا على الصفحة بيقول لا أحد يشبهك يا أمي، أنت قمري في عتمة الليالي ونور شمسي في صباحي. تتكتب شعر ولا إيه الجمال ده؟ بك أحيا وعلى يديك تعلمت معنى الحب غير المشروط، عندما تنظر إلى أمك فأنت تنظر إلى أنقى حب ستعرفه على الإطلاق. الأم هي دقات القلب في المنزل، الله عليك، وبدونها لا يوجد قلب. أما عن المواقف فهي لا تعد ولا تحصى عن أمي. ربنا يبارك لك فيها يا أستاذ محمد وتسلم إيديك على الكلام الحلو ده. ميار خالد بتقول صباح الخير عليكم، ماما دي مهما اتكلمت عليها مش هلاقي كلام يوصف حبي ليها ولا حب السنين يكفي حبي ليها. عايزة أقولك إنك وحشتيني وحشتيني وحشتني ضحكتك، ووحشني كل حاجه فيكي حبيبتي، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواكي الجنه، اللهم امين. وكل امهات الناس كلها يا رب. استاذ اسماعيل خلف بيقول الموقف اللي مش ناسيه فعلا، انا وانا صغير تعبت، امي شالتني على كتفها لمسافه 3 كيلو متر مشيا للوحده الصحيه في قريه نائيه في ارياف الصعيد، وعلى قلبها مفيش احسن منها يا الله، وعلى قلبها كانها ماشيه في البيت عادي، مدام شايلة ابنها ورايحة تاخد بالها منه، والله يا مصطفى على قلبها عادي ومنتهى السعادة، وأكيد عاملها وعن طيب خاطر. الأم، الأم يا جماعة
شغل امهات. محمد رحمي بقى واخد الموضوع لمستوى اخر ولليفل اخر. محمد رحمي بيرمي على قدام وعامل خطه مستقبليه، بيقول ربنا يخليها لينا. ده بيستغل صفحه صباح الخير. حاجه بتعملها امي هي صينيه المكرونه بالبشاميل وبرده صينيه الرقاق باللحمه المفرومه، وعشان كده بقول لك شكرا يا امي، وانا هجيلك اول يوم في رمضان انا واولادي. ظبطينا بقى يا ماما سوسن. يا ماما سوسن كل سنه وانت طيبه، ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك، وتسلم ايدك مقدما على كل الاكل الحلو اللي هتاكليه لمحمد رحمي. الله ينور عليك، وبصراحه حلوه ملعوبه يعني. خطط مستقبليه، الناس بتبص لقدام. اخر تعليق، اخر تعليق، رضا الجنايني تفان كاتب شعر جميل بيقول: امي يا امي يا نبع الحنان، امي يا امي يا بر الامان، يا نسمه حلوه يا احلى غنوه، عاشت في قلبي ونطقها اللسان، شفايفك بتضحك وقلبك بيبكي، فرحانه دايما وسعيده بضحكي، قلبك دافي ونبعك صافي، مشغوله بيا وعليا تخافي. يا سلام عليك، ايه الجمال ده؟ حاج رضا برضو رايق، ولا كلمه ولا كلمه. لا لا كانت جميل جميل بصراحة. ما شاء الله. طيب مشاهدينا احنا موجودين معاكم لغايه الساعه 10 ومستنيين نشوف الكومنتس بتاعتكم، هنقراهم ان شاء الله على الهوا. خلينا نروح بس الفاصل ونرجع تاني نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء هتستطلع هلال شهر رمضان المبارك، وهيكون في بث مباشر على التلفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيسبوك بعد المغرب بنص ساعة تقريباً. وبتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجرية هيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس 23/3/2023. النهارده هيتم افتتاح وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، ودي الوجهة المعنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، بالإضافة إلى إعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية اللي بتسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وكذلك توجيه الأنظار للفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة من بينها إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية وإدارة المخلفات. النهارده هيقدم المركز القومي للترجمه تخفيضات 40% على جميع اصداراته، وده احتفالا باليوم العالمي للشعر اللي بيوافق 21 مارس من كل عام. النهارده هينتظم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وقائد منتخب مصر في التدريبات الجماعيه للفراعنه ضمن التحضير لمباراتي منتخب مصر ضد ملاوي ضمن التصفيات الافريقيه المؤهله لامم افريقيا كوت ديفوار 2024. وبيستعد منتخب مصر لمواجهة ملاوي يومي 24 و 28 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم بتتراوح من 3 ل 5 درجات، والطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ودلوقتي خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 23 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 24-14، اسكندرية 21-13، العالمين الجديدة 20-12، مطروح 19-12، دمياط 20-13، بورسعيد 21-14، الإسماعيلية 24-12، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 14، العريش 22-11، كاترين 16-6، طابة 20-13، حلايب 24-18، شلاتين 27-17، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 23-15، الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 11، بني سويف
23/11، الوادي الجديد 24/12، أسيوط 22/10، سوهاج 23/10، قنا 24/12، الأقصر 25/13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 14. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. نخلي بالنا صحيح في أمطار خفيفة ومتقطعة على فترات مختلفة، كمان في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، فنلتزم بتعليمات المرورية عشان توصلوا أشغالكم بألف سلامة. مرة تانية هنرجع لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا رب. حب جدا المبادرات اللي فيها لفتة إنسانية، اللي يبقى فيها كمان اهتمام ب يعني إخواتنا من ذوي الهمم، اللي فيها نوع من أنواع الاحتضان ليهم إن هم يبقوا معانا في مجتمع واحد. في مبادرة مهمة جدا انطلقت من محافظة إسكندرية اسمها رؤية. المبادرة دي بتعمل إيه؟ المبادرة دي بتستهدف توفير منيو للطعام بطريقة برايل للمكفوفين. لما عرفت طريقة برايل، هي طريقة بنعمل فيها نوع من أنواع الكتابة البارزة على الورق، بحيث ان المكفوف يعرف يقرا بالظبط ايه اللي موجود، علشان ما يكون حد من ذوي البصيره بيخش هذا المطعم يعني ما يبقاش محتاج مساعده من اي نوع من اي حد، عشان ما يقعدش بقى الراجل يقعد يقول له عندنا وعندنا وعندنا، هو يقدر يختاره بنفسه. مبادرة انتشرت بالفعل بشكل كبير في اسكندريه، وتفاعل معاها عدد من المحلات والمطاعم اللي طبقتها. فعلا وصل عدد المطاعم والمحلات اللي طبقتها خلال يومين من إطلاق المبادرة دي ل 76 مطعم وكافيتيريا لغاية دلوقتي. معنا على التليفون الأستاذة هبة توفيق، صاحبة فكرة مبادرة رؤية للمكفوفين. صباح الخير عليك يا أستاذة هبة، أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذة منى، صباح الخير أستاذ مصطفى. أهلا. إيه الحلاوة دي؟ إيه الأفكار الحلوة دي؟ ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك. فكرة هايلة. يعني احنا بقالنا سنين بنشوف توجهات الدولة وبنشوف ازاي الامور ماشية، وبنشوف قد ايه بقى فيه نوع من انواع يعني التعامل، وكأننا كلنا يعني لينا مكان في الوطن. فده فعلا بقى واضح جدا واحنا بقينا شايفينه، وانتي عملتيه في مبادرتك ازاي بقى؟ بصي هقول لحضرتك، البداية بترجع لشاطئ المكفوفين بالمنظرة المجاني. انا لما كنت هناك وشفتهم قد ايه كانوا فرحانين، وقد كده وقد ايه كانوا مبسوطين في ان هم كانوا بيعتمدوا على نفسهم عن طريق حاسه اللمس القويه عندهم، فحسيت ان هم ما كانوش محتاجين لاي مرافق ما شاء الله. فبصراحه اقترحت الفكره على سياده الرئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف، بصراحه رحب جدا جدا بالفكره، وعرضها على طول على سياده المحافظ اللي هو بيتبنى اي فكره انسانيه. فبصراحة على طول عطانا الموافقة، وعلى طول قال لنا يلا نبتدي بالتنفيذ فورا، ودي كانت بداية المبادرة بصراحة. هايلة. ردود الأفعال كانت عاملة إزاي؟ هل يعني قطاع كبير زي قطاع ذوي البصيرة في اسكندرية أكيد كان اختلاطه بالمطاعم والكافيهات أقل وزاد بعد موضوع المنيو اللي موجود بطريقة برايل ده؟ كلمين عن ردود الأفعال. والله عارف حضرتك، كانت فرحة لا توصف، ثقتهم في نفسهم زادت جدا جدا جدا، فرحة الناس أصلا كمان بتاعت المحلات العامة والمنشآت كانوا فرحانين بيهم، وإحنا كنا فرحانين بفرحتهم، كانوا إن هم يطلبوا الحاجة بنفسهم، وإن هم ما كانوش محتاجين حد إن هو يطلب لهم الأكل المأكولات بتاعتهم أو المشروبات، بالعكس ده هم اللي كانوا بيطلبوا بنفسهم. فمعنى كده إن هم بنقول لهم أنتوا موجودين معانا، موجودين سواء على الشط او في الكافيهات والمطاعم، انتوا معانا في كل خطوه احنا هنبقى موجود بنمر بيها وموجودين بيها. بالفعل ابتدى يحصل نوع من انواع الاستجابه في المطاعم وفي الكافيتريات للموضوع ده. انا عايز اعرف بقى، وانتوا بتتكلموا في الماده اللي اتعمل منها المنيو او اللي بيتعمل منها المنيو، عفوا، حافظته على الاستدامه؟ يعني مثلا بعد شويه الورق ممكن يتبهدل يدوب، فكرتوا انها تتعمل مثلا من الجلد او حاجه مشابهه بحيث انها تبقى مستدامه وتبقى محافظه على نفسها، وما نبقاش بعد شويه فكره ومبادره وبعدين الموضوع ينتهي؟ لا يا فندم، هي الفكره هتبقى عباره عن المنيو عادي زي ما حضرتك بتخشي اي مطعم او اي كافيه موجود في اسكندريه، زي ما بيتقدم لحضرتك المنيو بالطريقة الشيك الحلوة اللي بيطبعها المطعم، هتبقى نفس الفكرة متطبقة للمكفوفين عن طريق برايل.
وهتبقى عباره عن اني هنلاقي في المنيو صفحه للمبصرين وصفحه للبرايد. هايل. طب الكلام ده مثلا في لوجو معين موجود على كل كافيه او كافيتيريا بيقول ان دي مبادره رؤيه، هذا الكافيه يستخدم مبادره رؤيه، ولا ده مش موضح؟ موجود على جوجل، موجود على اوبر، يعني استخدمنا ده تكنولوجيا علشان حتى اللي عايز من يعني ذوي البصيره ان هو يروح يلاقي ده موجود او موضح. هو بعد كده هنعلن عنه في الصفحه الرسميه للمحافظه، هنعلن ازاي ان احنا ان هو يقدر يتواصل وان هو ازاي يلاقي اللوجو او يعرف ان المكان دوت متخصص في المنيو اللي هو اللي مطبوع بطريقه برايل. عظيم عظيم. احنا دلوقتي ابتدينا في محافظه اسكندريه، هنمتد لباقي المحافظات ازاي؟ والله نفسي يعني دوت بيتوقف ان احنا بقى يا ريت نتواصل جميع المحافظات مع بعض. الافكار الخطيره دي اكيد عندك افكار ثانيه وابتديتي تفكري على طول الخطوه اللي بعدها يا استاذه هبه. ده حقيقي. والله يا ريت يا فندم، يا ريت الفكره تتعمم، ويا ريت كلنا. دي المبادره بادئه من اول ما احنا حسينا لما اطلق المبادره رئيس الجمهوريه على ذوي الهمم، بدانا ان احنا كمان نفكر في شاطئ ذوي الهمم اللي افتتحه سياده المحافظ في اسكندريه، وبدانا ان احنا نفتح اهو، بدات الافكار تتهالى في شاطئ المكفوفين بالمنظره، وبدات اهي منيو قائمه الاسعار اللي هي رؤيه عن طريق برايل، فان شاء الله اللي جاي خير. طب مين بيمولها؟ يعني هل صاحب الكافيه او الكافيتيريا هو اللي بيمول المنيو ده على حسابه، ولا انتوا اللي بتجيبوه له جاهز؟ ان التكلفه بتعتبر يعني اهم عائق او اهم شيء في دراسه اي مشروع. لا احنا بنطبعه، احنا بناخد منه المنيو بتاعه واحنا اللي بنطبعه، وبنقول له اتفضل حضرتك المنيو اهو، كل بس اللي طالبينه من حضرتك ان المكفوفين بيحصلوا على نسبه 25% خصم. جميل. من سيادتك. عظيم. افكار كلها هايله ورائعه وبتتماشى مع التغيير اللي احنا شايفينه فعلا على ارض الواقع موجود دلوقتي لينا. بنشكرك شكرا جزيلا استاذه هبه توفيق، صاحبه فكره مبادره رؤيه للمكفوفين. مؤسسه حياه كريمه بدات من بني سويف انها توزع المليون كرتونه من المواد الغذائيه على المواطنين الاكثر احتياجا قبل بداية شهر رمضان المبارك. أكيد ده طبعا ضمن مبادرة كتف في كتف اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي بتعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وبتستهدف توزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان. مؤسسة حياة كريمة بدأت في توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان المبارك، والتي تنطلق من محافظة بني سويف. كانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت عن مشاركتها في مبادرة كتف في كتف لتوزيع مليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار فعالية كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتويجاً لجهود المتطوعين في المبادرة. هنبدأ ب20,000 في سموستا، 10,000 في الواسطة، بيبا، أهناسيا، بندر، بني سويف، مركز ناصر، يعني بنحاول يعني نوصل لمعظم المراكز في بني سويف. كل مركز نصيبه طبقاً لعدد نسماته، ودي حاجة حلوة لأن احنا بنتكلم في مكون من أهم المكونات اللي المفروض بتمس المواطن بصورة مباشرة على أرض بني سويف، وهو مكون الحماية الاجتماعية. تعاوننا مع حياة كريمة ده مش التعاون الأول، ده تالت تعاون ما بيننا وما بين حياة كريمة. عندنا مبدأ إن احنا نتعامل مع الكيانات الكبيرة اللي بتضمن إن كل مبادراتنا توصل للمحتاجين. عمل الخير ده مش محتاج كلام، ده حاجة نابعة جوه المواطن المصري. المواطن المصري بطبيعته وبفطرته أصلاً بيحب الخير، بيحب الخير لكل الناس. بفرح جداً لما بشوف الناس قد إيه حريصة إن هم ينزلوا يساعدونا في توصيل الكراتين اللي أو يعني المواد الغذائية اللي تستحقها الناس في بني سويف أو في كل المحافظات.
وتعد مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وتستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، وبمشاركة 34 كياناً تنموياً يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية. فعيد الأم، وجه رسالة لوالدتك وقول لنا إيه أكتر موقف خلاك تقول إنها ست عظيمة. خلينا نبتدي على طول مع أم شوقي. أم شوقي، لا أم شوقي بتشكر فيك يا مصطفى، بتقول لها كل ما أشوفك يا مصطفى بحس إن مصر بخير، ودي تحية ليك. طيب كمان الله يخليك يا أم شوقي، كتر خيرك. فتحي شيخون بيقول الله يرحمك يا أمي، أنا عندي 5 سنين أخذتني للشيخ في الكتاب وطلبت منه ان هو يحفظني، ولما رجعت البيت قالت نصا زعلت مني ان انا ما التزمتش مع الشيخ، وبعدها احتضنتني وبكت لبكائي، وشعرت بعدها ان هي وشعرت بعدها بحنان الدنيا والاخره. الله يرحمك يا اغلى من نور عيني. نور عيني هو لقبي عند امي. الامهات بقى بيبقى لهم اسامي لتدليل ولادهم. يا نور عيني، يا حبيبتي، يا جميلة، طبعًا يا طبعًا قلبي، يعني طبعًا. في جمل محببة كده بترقق القلب. في تعليق غريب قوي، حساب لصفحة اسمها سعيد مراد مراد، اللي كاتبة بتقول أنا بنت صاحب الصفحة، يعني هي بنت سعيد مراد مراد، وحابة أبعت رسالة مش لأمي، لأولادي، لأني ما شفتهمش بقالي 2 سنين، ربنا يطمن قلبك عليهم في عيد الأم، وبتقول أتمنى أشوفهم ولو من بعيد، وحشتوني قوي يا حبايبي، والله تعليقك ده قطع قلوبنا كلنا، ربنا يطمن قلبك ويريحك يا رب. احمد توفيق بيقول صباح الخير عليكم من الزقازيق، امي مهما اتكلمت عن حنيتها مش عارفة اوصفها بكلام، كل سنة وانت بخير يا نوجة. يعني كل التعليقات طبعا بتتكلم على الام وعطائها وحنيتها ومواقف لا تنسى من عدد كبير من المصريين. للأسف الوقت ده همنا، الساعة دلوقتي بقت 8، ودلوقتي موعد موجز الأنباء بصحبة زميلتنا لميا حمدين. لميا، شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رئاسيا بالعفو عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية التي حضرها الرئيس السيسي والسيدة قرينته، حيث أكد الرئيس السيسي حرصه على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن، لافتا لإطلاق حوار مجتمعي بهذا الشأن. هذا وقد كلف الرئيس السيسي الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالمرأة، كما أصدر قرارا بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته، شددت وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسؤولة والتحريضية وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني بل وشعوب العالم الحر وأصحابه الضمائر الحية حول العالم. واعتبرت الخارجية أن مثل تلك التصريحات تقوض مساعي تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. تستأنف المحادثات اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ الذي يزور العاصمة موسكو في زيارة لروسيا تستمر 3 أيام. وفي وقت سابق
قال بوتين خلال اجتماعهم الأول إنه نظر في مقترحات الصين بشأن كيفية حل الصراع في أوكرانيا، مضيفا أنه ستتاح لهما الفرصة لمناقشة أفكار بكين. من جانبه أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين بكين وموسكو في إطار تعاون استراتيجي شامل. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن انفجاراً وقع في منطقة جانكيوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى إلى تدمير صواريخ كروز روسية يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها. وقالت إدارة المخابرات الحربية الأوكرانية إن الصواريخ الروسية يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومتراً في البحر. رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بفارق 9 أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد. يأتي ذلك بعد أن تجاوزت الحكومة المجلس للدفع بخطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بالتأييد، لكنها لا تزال تواجه تحديات مع استمرار الإضرابات والاحتجاجات على الخطط التي تهدف لرفع سن التقاعد 2 إلى 64 عاما. قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع قانون يلزم برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بمنشأ فيروس كورونا. وقال بايدن أنه يشارك الكونغرس هدفه المتمثل في الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات عن منشأ كورونا، لكنه أضاف أن إدارته ستضع الأمن الوطني في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما سينشر من معلومات. The United States stands with those brave women and all the citizens of Iran who are inspiring the world. تستطلع دار الإفتاء اليوم رؤية هلال شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا. ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان من خلال 7 لجان شرعية وعلمية، ويكون الرصد بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة. مشاهدينا، انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكل مشاهدينا من جديد. من أجمل اللحظات اللي ممكن تمر في حياتك لحظة التكريم، خصوصا لما يكون التكريم ده هو تكريم بلدك بعد جهد سنين طويله. صحيح، انا متفق معاك جدا. احتفاليه امبارح كان فيها لمسه جميله ومهمه جدا. مصر فيها كرمت عدد كبير من سيداتها، من رموزها في مختلف المجالات. من بين المكرمات كانت الدكتوره حوريه مجاهد، استاذه العلوم السياسيه وصاحبه التاريخ الطويل في عدد من المجالات، منها المجال البرلماني، منها المجال السياسي، منها المجال المجتمعي. خلينا نبارك لها في عيد الأم، نقول لها ألف مبروك يا دكتورة حورية، وصباح الخير عليكي وصباح الخير يا مصر. دكتورة حورية، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، وكل سنة وحضرتكم وجميع المستمعين بكل خير. بحضرتك بألف صحة وخير دكتورة. دكتورة، بداية لما نيجي نتكلم عن تكريم امبارح والفرحة والفخر باللحظة اللي حضرتك اتكرمتي فيها. بالنسبة لامبارح كان يوم جميل جدا، وفعلا يعني يوم ما يتنسيش. لا، أنا عايزة يعني أنا عايزة تفاصيل اللحظة يا دكتورة، اتفضلي. سامعينك يا دكتورة، اتفضلي. أيوه حضرتك، طبعا هي كانت مفاجأة جميلة جدا إن الواحد يعني يكرم من رئيس دولته في دولته، فدي حاجة جميلة جدا أكبر من أي تكريم في أي مكان آخر. فالحقيقة كان يوم جميل وكان يوم لا ينسى، الحمد لله. طبعا. طيب خلينا نخش في التفاصيل. دكتورة حورية، حضرتك عضوة في جمعية هدى شعراوي، عضوة أيضا في الاتحاد النسائي العالمي. كلمينا عن التاريخ المهم في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حضرتك، يعني القضايا اللي تبنيتيها طوال فترة حياتك وكانت سببك في يعني وقوفك في مثل هذا اليوم وحصولك على هذا التكريم يا فندم. هو حضرتك طبعا أنا يعني التكريم ده لنتاج يعني تاريخ طويل
من مش العمل، مش العمل عشان المرأة بالذات، لكن الإنجاز الشخصي وللدولة ده ممكن يكون التكريم علشانه. حضرتك أنا أساسا أول سيدة تتخصص في مصر وفي المنطقة الشرق الأوسط كله، مش بس المنطقة العربية، في مجال العلوم السياسية، وأول برضو سيدة تحصل على الدكتوراه من العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت أول رئيس قسم العلوم السياسية سيدة في مصر والمنطقة. يعني الحقيقة عملت حاجات كتيرة في مجال إثبات الذات وإثبات دور المرأة في المجال بتاعي اللي هو التعليم ومجال العلوم السياسية. ده بالنسبة للعمل بتاعي في التخصص. في نفس الوقت اشتركت في الاتحاد النسائي الدولي وما زلت، فأنا من تقريبا أكثر من 20 سنة من سنة 98 وأنا ممثل الدولي لجمعية هدى شعراوي في الاتحاد النسائي الدولي، وده طبعا أقدم الاتحادات النسائية على مستوى العالم، وكانت السيدة هدى شعراوي عضو فيه حتى وفاتها ونائب الرئيس، وأنا توليت في عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة، وآخرها كان في ديسمبر اللي فات أو نوفمبر اللي فات وعيد انتخابي تاني عضو في مجلس الإدارة بتاع الاتحاد النسائي الدولي، ونائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط. سيفي محترم وقيم وكبير دكتورة العربية. حورية لو قعدنا يعني ممكن نحتاج الحلقة في حاله علشان نتكلم عن سيفي حضرتك وأدائك الفوق المتميز، لكن خلينا نتكلم بشكل أكثر شمولا في يوم عيد الأم. لو اتكلمنا عن وضع المرأة المصرية، احنا عارفين ان وضع المرأة المصرية طول عمره يتميز بالتميز والاختلاف والريادة، لكن شفنا فترة انحسار وشفنا بعدها الحمد لله عودة وبقوة. احنا شايفين التغيير ده، حضرتك قولي لنا القرارات اللي شفتيها امبارح شفتي فيها تغيير ازاي؟ انا شفت فيها طفرة كبيرة في مجال الدفاع عن المرأة، وهو الحقيقة هم أكثر من 10 أو 12 قرار كلهم يمسوا المرأة، سواء كان من في ناحية المساواة وفي الأجور أو الوضع الاجتماعي. ده همني قوي قوي إن حتى الكلام بتاع سيادة الرئيس عن المرأة ما كانش عن المرأة فقط، ولكن برضو مراعاة القاعدة الأسري ومراعاة الجميع في القرارات. فدي تعتبر من الخطوات الهامة جداً، وشايفة في الفترة الأخيرة إن في إنجاز كبير بالنسبة للاهتمام بدور المرأة، ونشوف تمثيل المرأة في المجلس التمثيلي أو البرلمان. يعني نلاقي إن لأول مرة توصل النسبة لحوالي 26%، دي تعتبر نسبة ممتازة جدا ما حصلتش في تاريخ مصر قبل كده. تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، ودي تعتبر برضو نسبة كبيرة جدا. فالحقيقة الاهتمام بالمرأة في كافة المجالات مهم جدا. القرارات بتاعت امبارح دي تعتبر قرارات هامة جدا وانطلاقة مهمة للمرأة، بس على المرأة بقى أن تستفيد من هذه القرارات. أكيد. إزاي على المرأة أن تستفيد من هذه القرارات؟ يعني أنا هقول لسيادتك على حاجة، يعني مثلا في كل مجال في تمثيل المرأة كويس صحيح، وزيادة في النسبة، لكن العبرة مش بمجرد وجودها كملون بالتأثير في المجلس، العبرة في دورها نفسه والبصمة اللي هتتركها كواحدة أعطيت هذه الفرصة إنها تثبت ذاتها وتثبت اهتمامها بقضايا الوطن وقضايا المرأة وقضايا المجتمع ككل. فالعبرة بأن المرأة تستفيد من هذا الإنجاز اللي أعطي لها. لكن احنا كمجتمع مصري، وحضرتك بتقولي اول استاذه العلوم السياسيه في تاريخ مصر واول رئيس قسم العلوم السياسيه في تاريخ مصر، وقت حضرتك ووقتنا دلوقتي اعتقد المراه المصريه حصلت على مكتسبات كتيره، منها مجلس قومي يحمي حقوقها، منها تمثيل قوي، الحاجات دي قدرت ان هي تحمي بالفعل المراه من ظواهر استجدت في مجتمعنا زي التحرش، زي مش عارف ايه، زي
بص حضرتك، هي القوانين نفسها في حد ذاتها مؤشر كويس بيعطي للمرأة الفرصة انها تستفيد منها. صحيح. لكن العبرة في نفس الالتزام والتصرف نفسه وتفعيل القوانين نفسها. فأنا في تصوري المناخ مهيئ جدا للمرأة. صح. انها تستفيد، مش بس المرأة، المجتمع ككل صراحة. لأن المرأة مش بنتكلم عن المرأة كمرأة بصراحة، ولا بنتكلم عن دورها في مثلا تحقيق مساواة مع الرجل أو غيرها، بنتكلم عنها كمواطنة لها دور فاعل في المجتمع. فالعبرة إن المرأة نفسها تقوم بهذا الدور. شوف حضرتك، البعض بيستغل مثلا الأجازات بإنه يزيد من فرص إن هو ما يروحش العمل أو ينتج أو غير كذا، لكن في نفس الوقت مفروض ان كل هذه التيسيرات ان احنا نستفيد بيها عشان نحقق شيء من دي الوطن بتاعنا والبلدنا باعتبارنا احنا عضو فيه، عضو منتج مش مجرد ملون للموجود. اكيد اكيد. يمكن احنا مجموعه القرارات اللي تم اصدارها امبارح دي تتماشى مع سياسه او خطه مصر للتنميه المستدامه 2030، فكره ان الدوله المصريه هي اول دوله تتبنى استراتيجيه وطنيه لدعم وتمكين المراه على اساس حقيقي وتطبيق للقوانين والدستور بشكل واقعي. احنا شايفين ان احنا خطوات اخذناها، محتاجين نعمل ايه كمان؟ محتاجين ان المراه نفسها تقوم بدورها. يعني حضرتك الدوله مهدت لها وحطت القواعد، العبره بالتطبيق. يعني ده حضرتك دي نقطه مهمه قوي. يعني انا اكون عندي مثلا فرصه في اني اخد مزيه معينه، لازم ان انا اثبت نفسي في الموقع اللي انا فيه. أكيد. هو ده المطلوب. لكن الدولة مش مطلوب منها تعمل أكثر من كده الصراحة. كل سنة حضرتك طيبة، شكرا لوجودك معانا، نورتينا وشرفتينا. الدكتورة حورية مجاهد أستاذ العلوم السياسية، نورتينا، أهلا وسهلا. كلام عميق الدكتورة حورية بتقوله، وكلام في الصميم، وربما إدت روشتة اختصرت بيها يعني كلام كتير جدا حول المرأة. لو قعدنا نكتب مقالات ونعمل مش عارف سيرش في جوجل مش هنقول بخبرة ست فعلا فاهمة. قالت الدولة عملت، ناقصنا التطبيق، الكوادر لازم تبقى على قد المسؤولية، لازم نبقى يعني اتحطينا في موقف نبقى قده. فاعتقد انها رسالة كمان لكل امرأة مصرية في موقع مهم، ان ده مسؤولية مش جيلك، ده انت مسؤولية جيل كامل من النساء المصريات انت بتحمليه على عاتقك. كعادتها المرأة المصرية، كعادتها في تحمل المسؤولية، كعادتها في بناء المجتمع ودعمه. اعتقد ان دي مش حاجة جديدة على المرأة المصرية. صحيح صحيح صحيح. احنا دلوقتي معانا بطلة من نوع خاص، اختارت التخصص في واحد من اصعب المجالات، بقت الصحراء هي بيتها التاني، هوايتها هي البحث عن الحفريات. كشفت غموض وأسرار من التاريخ ربما من ملايين السنين اللي فاتت. يمكن ده اللي وصلها إنها تكون من بين أبرز المكرمات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح. خلينا نتعرف على رحلة الدكتورة شروق الأشقر، المتخصص في علم الحفريات بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا بك يا دكتورة، ومبروك عليك التكريم. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وأهلا لحضرتكم، وشكرا على المباركة الجميلة دي. شكرا على مجهودك دكتورة. خلينا نبتدي مع البداية بقى، إزاي ابتدت الرحلة مع هذا التخصص؟ والله هي الحكاية طويلة شوية، بس أنا هحاول أختصرها. يعني هي بدأت بشغفي الحفريات لما كنت بدرس الجيولوجيا في كلية العلوم، وبدأت أدرس الكائنات اللي كانت عايشة من ملايين السنين، وانبهرت قد إيه كان في حيوات سابقة لينا كبني آدمين على الأرض وما نعرفش، يعني في ثقافتنا ممكن ما نعرفش عنها كتير. فاهتميت جدا بالحفريات عموما. يعني اهتمامي بالحفريات الفقرية تحديدا ده بناء على متابعتي الحثيثة اللي كان دكتور هشام سلام. سلام طبعا طبعا طبعا، هو اول استاذ مصري في التخصص طبعًا. ده الاول والوحيد حاليا يعني طبعا. متابعتي الحثيثه ليه خلتني احب العلم ده اكتر، واحب اعرف عن العلم ده اكتر،
فتطوعت في مركز جامعة المنصورة للحفلات الفقرية وشفت الشغل بتاعهم، وانبهرت أكتر بالثقة العلمي اللي فريق سلام لاب شغالين بيه. والحمد لله دكتور هشام اختارني اني اكون عضو من الفريق دوت، وده شرف طبعا عظيم ليا يعني اني اكمل البحث عن الكنوز المصريه في الصحاري المصريه. طب واحنا عندنا يعني حاجه كده زي وادي الحيتان من ملايين السنين بتقول ان الصحراء الغربيه دي كانت اصلا جزء من البحر، واحنا كان اول البحر عندنا في اسوان زي ما انا عارف يعني، كان كل ده بحر، وكانت الصحراء الغربيه دي بحر، واحنا لقينا عندنا حيتان كامله موجوده في متحف مفتوح عالمي زي وادي الحيتان. انت كمصريه لما بتشوفي حاجه زي كده والعالم كله بيجي يشوفها يا دكتوره بتبقى عامله ازاي، وخصوصا ان احنا عندنا هذا الكنز؟ هو وادي الحيتان زي ما حضرتك قلت بالظبط، هو كنز حقيقي. وانا لما بروح هناك يعني انا بروح يعني عشرات المرات كل سنه لمتابعه العمل البحث بتاعنا او لصيانه وترميم الحفريات لعرضها للزوار والسياح، علشان نظهر التراث الطبيعي المصري بتاعنا بافضل صوره. فوادي الحيتان كنز، وانا بحس ان هو يعني ممكن يكون بيتي بقى اللي في الصحراء تحديدا. يعني المنطقه دي غنيه جدا، اغنى منطقه موجوده في العالم كله، فيها صحيح. تجمع لحفريات الحيتان. انا يعني عايزه اقطعك يا دكتوره بعد اذنك، اتفضلي. انا خدت بالي بس من كلمه بيتي بقى الصحراء، هاخد بقى من الكلام ده وارجع للتكريم وازاي بيتك بقى الصحراء. هل ده واحد من اهم الاسباب اللي خلتك تكرمي؟ مين اول حد عرف بتكريمك؟ انت عرفتي تكريمك ازاي؟ احكي لنا بقى كل التفاصيل بعد ما بيتك بقى الصحراء. بعد ما جيت انا جاي من الصحراء اصلا على التكريم. يعني هم كلموني، انا كنت في بعمل شغل في وادي الحيتان برضو، بمناسبه كلامنا عن وادي الحيتان كنت عندي شغل في وادي الحيتان، وكلموني ان انا عندي تكريم بقى. فلك ان تتخيلي بقى عندك تكريم من سياده الريس وانت في وادي الحيتان، وانت هتلبسي ايه وهتعملي ايه وهتقولي ايه وهتظروف ازاي. فكانت مشاعر فرحه وسعاده وحماس وشويه توتر داخلين في النص كده. يعني ممكن اكون عارفه ان انا مرشحه من فتره طبعا للتكريم ده، لكن التاكيد طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيجي قريب جدا يعني. فكانت مشاعر عظيمه يعني خبر زي ده يجي لي من احب الاماكن الى قلبي في مصر، يعني في وادي الحيتان ان انا هتكرم من سياده الرئيس، فكان مزيج من كل المشاعر الجميله. يعني بنت ودخلت كليه علوم واختارت تخصص الدراسه فيه في الصحراء، ما كانش حاجه غريبه من الاهل من الاصدقاء من المقربين ما قالوكيش يا بنتي بتعملي كده ليه يا بنتي في نفسك انت لسه صغيره وحاجات كده، ولا كان ايوه طبعا هو مش طبيعي ابدا ان يبقى في ستات في مصر يشتغلوا في الحفلات الفقريه، لكن صح. في جيل قبلي انا يعتبر الجيل الثاني يعني قبلي دكتورة السيد هي اللي فتحت الطريق للبنات انهم يشتغلوا في الحفلات الفقريه، وفي دكتوره ساره صابر كانت معاها برضو. انا بقى كوني بقى ام كمان يعني مش امراه مصريه بتعمل في الصحراء، انا امراه مصريه وام لبنتين تعمل في الصحراء، فالموضوع كان غريب صعب جدا بعض الشيء على المجتمع. ايوه وحاجه ظريفه خالص يا استاذ عمرو، أنا مصطفى بس مش مشكلة. أسفة جدا يا أستاذ مصطفى، أسفة جدا وأخذها منا وأستاذ مصطفى، أسفة جدا. لا خالص، ده احنا سعداء بوجودك، اتفضلي. اتفضلي. حاجة غريبة جدا، مثلا احنا شغلنا بنقول احنا رايحين رحلة. أيوة. ففي تخيل إن أنت رايح رحلة دي تتفسح. صحيح. فإن أنا أروح رحلة حقلية وأسيب البنات أو أتغيب عن البيت، برضو المجتمع قد ينظر لي نظرة يعني فيها يعني غريبة. أي. فأنا بدأت أخد بناتي معايا الصحراء علشان أعرفهم يعني إيه رحلة ويعني إيه شغل. فبدأوا هم بقى اللي يردوا بقى يعني بقى ماما مش في رحلة، ماما بتشتغل والشغل بتاعها متعب وإحنا بنشوفها بتعمل إيه. وبدأوا ينبهروا بالشغل بتاع الصحراء، وبقى يعني حسيت إن أنا بقيت يعني احنا بنجهز الجيل الثالث للباحثات ولا ايه؟
اتفضلي حضرتك. احنا بنجهز الجيل الثالث حضرتك، الجيل الثالث احنا بنجهز الجيل الثالث بشكل خفي ولا ايه الحكايه؟ لا هو انا احب يعني طبعا يعني انا مسؤوله عن تربيه بنات او مسؤوله عن تربيه اطفال، احب اكون قدوه ليهم ان هم يشوفوا نموذج جيد ليهم. طبعاً لما اقرب الاقربين ليا يشوفوا نموذج حي قدامهم يحبوا ان هم يقلدوه في الحاجات الكويسه، هقدر اوسع صحيح النموذج دوت للاناث المصريه عموما والمراه المصريه في مصر. طيب اكيد ليكي حلم معين يا دكتوره في مجال الحفريات ومجال الجيولوجيا، تقدري تقولي ان في مشروع شغاله عليه بتحلمي انك تعملي ريكورد فيه لمصر، للمراه المصريه، لجامعه المنصوره؟ اه طبعا في مشاريع حضرتك، يعني هو يعني احلام غير منتهيه، يعني الصحراء دايما بتجود بما فيها من خبايا ومن اسرار، واحنا يا دوب بس احنا علينا تفسير الخبايا والاسرار دي. فانا طبعا عندي شغف ونهم رهيب جدا للمعرفه اكثر والمزيد اكثر، وعمل ابحاث علميه ذات ثقل علمي في الوسط العلمي اكثر، وان يكون مكتوب في الابلكيشن بتاعي ايجيبت، يعني شروق الاشقر او الاشقر ايتال من مصر. ده بالنسبه لي كفيله بكل معاني الفخر يعني والامتنان برضو للبلد. اكيد دكتوره شروق، يعني لما الشغف يتلاقى مع الشغل او الشغف يتلاقى مع الوظيفه، اعتقد ان هو ممكن يطلع لنا النتاج اللي احنا شايفينه من حضرتك ده، ان حتى مزيك بناتك بتاخديهم معاكي الصحن. ايوه طبعا احلى مزيج لما يكون شغلك شغفك، مهما تعبتي ومهما حسيت ان انت مرهقه ومهما كنت حسيت ان انت لحظات الياس اللي بتيجي على كتير مننا في الشغل، بعد كده النجاح بقى والدأب والاستمرار والسعي والجهد ده بيتوج في الاخر بنجاح ملموس. لما تلمسي النجاح اللي انت تعبتي علشانه دوت، ده افضل شعور في الدنيا على الاطلاق. ولما النجاح اللي انت عملتيه او حضرتك عملته يتوج بتكريم رفيع المستوى من السيد الرئيس وحرمه، ده بقى يعني بيحسني اكتر على السعي والاستمرار، واداني حماس ودعم ان انا استمر واكمل واعمل افضل من اللي انا عملته. اقدم حاجه مسكتيها عمرها كم مليون سنه يا دكتوره شروق؟ اقدم حاجه مسكتها كانت عمرها حوالي 375 مليون سنه. انا فاكر 45 46 ايه الكلام ده. دي كانت الحياه على الارض، ما كانش في ارض اصلا، يعني كانت الحياه في الميه. دي في مصر؟ في مصر ايوه طبعا، كائنات بحريه اسماك كانت عايشه في الفتره دي في مصر. انت قلتي كم مليون؟ 350 مليون؟ 375 مليون سنه. دي كانت ايه، قطعه ايه بالظبط؟ دي سنه سمكه. سنه سمكه، وتلاقيت فين؟ سنه سمكه، وفي بعض طبعا الحفريات الاخرى من الرف القاريات برضو اعمار قديمه قوي كده موجوده في مصر عندنا. دي مسكتيها فين يعني، او شفتيها فين قصدي؟ في مركز جامعه المنصوره للحفريات الفقريه، احد الرحلات عثرنا عليها يعني. احنا بنتكلم في ملايين السنين، يعني انا ممكن التخصص بتاعي انا شغاله في عمر حديث شويه بالنسبه للجيولوجيين، يعني انا جاي في الاخر كده، انا بشتغل على اعمار 30 مليون سنه او 37 مليون سنه، فده بالنسبه للعمر الجيولوجي صغير شويه يعني. دكتوره شروق العالمه في مجال الجيولوجيا، الام في نفس الوقت اللي بنتين، اللي بتقدر توازن ما بين قعدتها في الصحراء وما بين البنات. البنات وصلوا لسن دراسه الجيولوجيا ولا لسه؟ لا لسه ما خدوش، بس بداوا ياخدوا بعض في المناهج عندهم. حضرتك بتسالي عن بناتي صح؟ مش سامعاكي عذرا. حضرتك السؤال لو سمحتي تاني من فضلك. انا بقول لك البنات وصلوا لعمر دراسه الجيولوجيا ولا لا؟ بعد ما قعدوا في الصحراء بقى وبعد ما ابتدوا يشوفوا اللي بيحصل فعلا. لا هم لسه ما درسوش جيولوجيا، بس في المناهج بتاعتهم موجود فيها المحميات الطبيعيه وتعريف الحفريات والحفريات المصريه، فهم بقى لما بيفتحوا الكتب عندهم ويشوفوا وادي الحيتان ايه احنا كلنا ملعبهم بقى ملعبهم. ايوه شايفه ايه، ويقول المدرسين عندهم احنا بنروح هنا مع ماما واحنا بنشتغل في المكان دوت،
فبقوا فخورين بنفسهم واللي هم بيعملوه كمان يعني. فده بيقرب الام للعلامه للمتابعه مع الشغف، اعتقد ده بيعمل لك الميكس اللي انت بتوصلي له او المزيج. طيب دكتوره شروق، دكتور هشام سلام بالفعل عامل طفره في المجال ده واسم عالمي في قصه الحفريات، نقدر نقول هشام سلام عالميا وصل لفين؟ دكتور هشام سلام بيعتبر من حضرتك هو اول استاذ مصري في تخصص الحفريات الفقريه ده على مستوى مصر، انما على المستوى العالمي معروف مين دكتور هشام سلام اللي هو باني اول مدرسه مصريه للحفريات الفقريه في مصر، وقد ايه دكتور هشام سلام بيبقى قادر على مش بس عمل ساينس او نشر ساينس عادي، ده نشر ساينس في مجلات بريستيجيوس قوي يعني اعلى المجلات العلميه زي النيتشر، وده هو المقياس، مقياس المجتمع العلمي لاي ساينتست هو النشر بتاعه. فنشر دكتور هشام سلام يعني عنده ثقل كبير جدا ان اي عالم اخر في اي دوله اخرى يبص للعالم دوت باحترام ويقدر المجهود والشغل اللي بيعمله. بعد التكريم ده هيبقى داعم للبنات انها ما تخافش تدخل التخصص وتجمد قلبها وتروح تقعد في الصحراء، مش لازم في وادي الحيتان، احنا عندنا اماكن تانيه كتير، ولا لسه البنات هتقول خليني قاعده برضو وتدي برضو في مكانها، احنا مش لازم نخرج الصحراء عشان ندي، بس يعني انا بتكلم في المبدا، هل ده هيدعم اكتر وهيحمس اكتر؟ اعتقد كانت لفته جميله جدا في تمثيل العلوم في محفل وطني زي يوم المراه امبارح، كانت حاجه كويسه جدا، طبعا هيدعم الاهتمام بالعلوم اكتر واهتمام الاناث بالعلوم اكتر، بس انا احب كل واحده تبقى نفسها وتدور يعني، انا مش عايزه استخدم كلمه شغف بسهوله يعني، صحيح. انا تحب اللي بتعمله وتكون دؤوبه فيه، وان النجاح الناس يعني او البنات تعرف ان النجاح مش مرحله احنا او مشوار رايحين عشان نوصل له، النجاح عباره عن رحله مليئه بالتعب والجهد والاستمرار والسعي، وكل ما وصلت النقطه انت عاوزه يبقى عندك شغف بالنجاح بالظبط، هتبصي على النقطه اللي بعدها، صح. هو ده النجاح الحقيقي، ان دايما يبقى فيه اهداف مستمره خلال سنوات العمر، يعني ربنا يدينا العمر. صحيح. لا احنا بنفخر ان عندنا دكتور او بروفيسور زي الدكتور هشام سلام متخصص في علم الحفريات ومشهور عالميا هذه الشهره، ربما مش واخد حقه على الساحه الاعلاميه يعني لانه تخصص برضه نادر شويه، لكن هو شخصيه عالميه معروفه مرموقه جدا من الطراز الثقيل، احدى تلامذته هي الباحثه العالمه الدكتوره شروق الاشقر المتخصصه في علم الحفريات في مركز جامعه المنصوره والمكرمه من قبل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم امس في يوم المراه المصريه. بنشكرك يا دكتوره شروق، نورتينا والف مبروك مره ثانيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع معاكم كده تعليقاتكم على سؤال حلقتنا في عيد الام، وجه رساله لوالدتك واحكي لنا ايه الموقف اللي خلاك تقول انها ست عظيمه. احمد جمال بيقول صباح الخير، امي عظيمه من قبل خلق البني ادمين اصلا، الام نعمه كبيره، صباح الخير عليك يا احمد. صباح الفل عليك يا احمد. ام بودي بتقول ربنا يرحم امي، كنت بسافر للجامعه وكنت من الارياف، كانت امي تصمم في عز البرد توصلني لمحطه القطر. الام ام يا جماعه. مصطفى حسيني عامل بقى حاجه لطيفه قوي، عامل منشن لاخواته، ربنا يحفظكم كلكم، وقايل لولا انتي ما كنا احنا يا هنا موجودين يا ست الحبايب. اعملوا منشن لاخواتكم وخلوا اخواتكم يعملوا منشن لوالدتكم لو عندها اكاونت، وكلكم حيوها وكلكم هنوها عندنا على صفحه البرنامج، واحنا كل حد هيعمل منشن هنقول اسمه واسم والدته كمان ونحييها، كل سنه وانتم طيبين. والاهم اتكلموا عن اهم موقف فعلا الام يعني كانت فيه ست عظيمه. فتحي شيخون بيقول بشكرك شكرا جزيلا للاستاذه منى الشرقاوي، ده علشان ما بسمعش كلامها الله يرحمها، على كل حال مليون شكر للبرنامج الجميل، صباح الخير يا مصر. طيب احمد نصر بيقول احلى صباح من احمد هشام عبد العزيز، امي اغلى حد في الدنيا، ربنا يديها الصحه والعافيه وطولة العمر. اخر تعليق فتحي بنداري، امي ثم امي ثم امي، عيد الام شويه عليها، انا عندي عيد الام كل يوم، انا بحب امي جدا، ربنا يخليكي لينا يا احلى ام ويشفيكي وياخد بايدك ان شاء الله. دي كانت جمله من التعليقات اللي عندنا، بعتقد ان كل الناس
يعني ممتنة جدا لوجود الأم، وممتنة جدا لرسائلها العظيمة، ازاي هي ضحت، هي شافت، هي عملت، هي ربت. فكل سنة وكل أم طيبة، ومستنين تعليقات حضراتكم هنقولها على مدار الساعة. كلمونا واكتبوا لنا على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين إجابات حضراتكم. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقة. أهلا بكم من جديد. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بدور المرأة في كل المجالات، وقال إن المرأة المصرية عندها وعي بدورها في المجتمع وجوه الأسرة كمان، وهي كمان تعتبر قوة دفع هائلة للوطن في كل المواقف، عشان كده هي تستحق كل ما هو أفضل، وتستحق كمان من الدولة إنها تساندها وتحفظ حقوقها وكمان تعزز دورها في المجتمع. ده كان واضح طبعا من خلال الرسائل اللي يعني بعتها السيد الرئيس من خلال خطابه للرأي العام المصري للسيدات المصريات. كلام سيادة الرئيس ربما بيؤكد اهتمام الدولة المصرية بدور المرأة، بحقوقها في كل المجالات، سواء كانت هذه المجالات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، واهتمام الرئيس أيضا أن هذا الأمر يتحقق على أرض الواقع. خلينا نرصد ما هي الرسائل التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه ليوم المرأة المصرية، ماذا أراد أن يقول، ما هي تأثير رسائل الإفراج عن الغارمات، ما تأثير أيضا رسائل الخاصة بقانون الأحوال الشخصية. بصحبتنا الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء للتعليق على كل هذه الملفات والزوايا. صباح الخير يا أستاذة. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. وسعيدة أن أنا معاكم في يوم جميل زي دوت. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منورانا يا أستاذة سمر. أهلا. خلينا نبتدي كده في البداية. امبارح كانت احتفال محترم وشيك ويفتح النفس كده ومبهج وداعم للمرأة في نفس الوقت. بص يا فندم، هي البداية مش من الاحتفال. خليني طب اقول السؤال. اتفضل. والله يقول اتفضل. لا والله، البداية مش من الاحتفال. اتفضل. لا اقول لك ليه، بصراحة اتكلمت بسرعة لان انا كنت متحمسة جدا قبل ما نتكلم على الاحتفالية، وقبل ما نتكلم على مكتسبات عديدة جدا كنا بنحلم بيها. عايزة اقول لك ايه، 20-30 سنة تقريبا. وعلى فكرة مش للمرأة بس، يعني سيادة الرئيس مشكورة من أول ما تولى مقاليد الحكم، عندك المرأة، الشباب، ذوي الهمم، كل الفئات اللي هي كانت مهمشة وليها حقوق كتيرة جدا ما خدتهاش وبتسعى وراها، سواء عن طريق بقى جهات حكومية، مؤسسات أهلية، أفراد، أخدوها فعلا على طبق من ذهب تقديرا لجهودهم. صحيح. فخلينا نبدأ برسالة كده اللي هو دي اهم حاجه نقولها، مش رساله شكر بقى لسياده الرئيس، لان انت لو قعدتي بجد والله مش مبالغه من هنا اللي جاي كل البرامج اللي طول النهار لا تكفي رسائل الشكر، ولكن رساله مهمه جدا سياده الرئيس. اذا كنا احنا خدنا كل هذه المكتسبات تقديرا لدور المراه زي ما سيادته مشكورا بيشير في أكتر من محفل، في مساندة الوطن والوقوف جنبه في كل يعني الأحداث اللي مرت علينا بالذات في اللي هي 8-9 أعوام الماضيين، فإحنا بنؤكد جميعا كنساء سواء بقى مش عايزة أقول مجلة حواء أو إعلاميات، المرأة المصرية بشكل عام، إن إحنا مكملين وهنكمل في ظهر البلد وهنحافظ عليها. كتير بيقولوا لك ما عندناش مؤامرات داخل، لا عندنا، عندنا داخلي وعندنا استان خارجي، وكل ما بتقفي على أرضية صلبة وبتحصدي وبتمشي نحو الأمام أكتر كل ما بتستهدفي أكتر. فأنا الرسالة الأول قبل رسالة الشكر سيادة الرئيس، لا إحنا هنكمل، وإذا كنا تم تقديرنا بهذه المكتسبات وغيرها مش امبارح بس، أنا أرصدها مع حضرتك، فإحنا علينا دور كبير جدا هنقوم بيه إن شاء الله. طب خلينا يعني إيه نخش في الزوايا تحديدا اللي اتكلم فيها سيادة الرئيس. أوكي. يعني المساواة في الأجر بين الجنسين، قانون صحيح. العمل، قانون الأحوال الشخصية، الغارمات والغارمين، ملفات كتيرة تكلم عنها سيادة الرئيس في خطابه يوم أمس، ورسائل أراد السيد الرئيس أنه يرسلها للداخل المصري وأيضا للمرأة المصرية. قراءتك لهذه الرسائل. بص يا فندم، المرأة المصرية على مدى 8-9 أعوام ومن أول ما تولى سيادة الرئيس كانت في ظهر الوطن زي ما عملت بعد كده، يعني قبل كده على مر العصور من 1919 و56 و73 ثم الوقوف امام انا بقول عليه الغزو مش الحكم، الغزو الاخواني الغاشم، انتخابات الرئاسيه الاولى الثانيه البرلمانيه الى غيرها. سياده الرئيس مشكورا كان كل هذه الجهود نصب اعينه، وبالتالي كان في اهتمام جدا بتمكين المراه على كل المحافل. اللي حصل امبارح دوت كان اكمال عايزه اقول لحضرتك لحزمه كبيره من المكتسبات. يعني لو بصينا مثلا لقانون الاحوال الشخصيه،
احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا فيه، كل شويه اللي هو اكتر من جهه كانت بتعرض مشاريع من القوانين، لدرجه ان سياده وزير العدل امبارح قال ان احنا كان عندنا اكتر من 6 مشاريع. طبعا نتيجه لمتابعه سياده الرئيس وحرصه كمان على استقرار الاسره المصريه. ليه استقرار الاسره المصريه؟ لان انت بتبني مشروعات على قدم وساق، بجانب اللي هي طبعا الاثار السلبيه للطلاق اللي احنا كلنا عارفينها، سواء على الزوج او الزوجه او الاطفال. احنا اللي احنا بنبنيه ده بنبنيه للولاد الجايين، فالولاد دول لو ما كانش عندهم استقرار اسري، استقرار اجتماعي، انت مش هتلاقي حد يكمل، ومش هتحس ان انت عملت يعني دود عشان الاجيال الجايه. وبالتالي سيادته مشكوره من فتره زمنيه بسيطه على فكره، اكثر يعني حوالي كام شهر، بدا ان هو يوجه ان احنا لازم نسرع في قانون الاحوال الشخصيه، وان القانون دوت يكون بيلبي كل اهتمامات الاسره، يعني لا يهتم بالراجل فقط ولا بالمراه فقط ولا بالاولاد فقط، ولكن تعملي تنميه لمين؟ للاسره، صحيح؟ للناس، للافراد، اذا لم يتم دعم افراد. هو ده الاستثمار الامثل اللي بتستثمر فيه الدوله المصريه، صحه المصريين، جوده الحياه بالنسبه للمصريين، اللي المصريين كلهم موجودين، وتمتع جميع المصريين بحقوق المواطنه. ده اللي بيتعمل لهم، دول اللي بيتعمل لهم الخدمات والطرق والكباري وكل ده. جزء كمان يا فندم بصي من التمكين والاهتمام الاجتماعي، يعني الجزئيه دي بالذات طالما بدانا بقى بقانون الاحوال الشخصيه، احنا عندنا اصلا ايه فيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي؟ انت عندك طبعا استراتيجيه تمكين المراه 2030، وهنتكلم عليها تفصيليا، اللي هي بتوعنا بالتمكين الاقتصادي والسياسي، واللي هي وضعها المجلس القومي للمراه مشكورا بتوجيهات من سياده الرئيس، وتم اعتمادها كوثيقة عمل للأعوام المقبلة. وبأكد كمان على حاجة جميلة جدا، إن إحنا في العادة يعني في الأعوام السابقة كنت دايما إيه اللي هو هتحطي استراتيجية، هتحطي أي بلان للمستقبل، اللي هي مجرد بروتوكول. لأ، دي فعلا تم تنفيذها على أرض الواقع، والمجلس القومي للمرأة بدأ يعمل اللي هي اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات مع الجهات المعنية وينفذ. من الناحية الاجتماعية طالما بدأنا بقى من قانون الأحوال الشخصية، دي مش الحاجة الوحيدة اللي فيها السنة اهتمام المرأة. من الناحية الاجتماعية فيها المبادرات المجتمعية، وفيها الجانب الصحي. والجانب الصحي زي ما احنا أشرنا وأشار سيادة الرئيس امبارح، انت عندك حزمة من المبادرات اللي مش بتهتم بالمرأة السام بس، بتهتم بأسرتها كلها. 100 مليون صحة، ست المصرية صحة مصر، صحيح. مبادرات اللي هي التعامل بهية. لا، في التعامل مع الأطفال كمان في المدارس، اللي هي المبادرات الخاصة بمعالجة التقزم، بعلاج الأطفال اللي هم بيعانوا من ضمور العضلات، السمنة، ضعف السمح. وبعدين كمان عايزين نقول من خلال برنامجكم ست المصرية صحة مصر، على فكرة يا جماعة لا يعنى فقط بالتعامل مع أورام الثدي، لا، ده بيقدم كل الخدمات فيما يتعلق بكل الأمراض غير السارية. وجميل بقى لما نزلنا وسألنا السيدات، اللي هو مش كشف بس، ده انت بتحدد طبيب ولا طبيبة، بتحدد ان انت بتاخد علاج مجاني، بتاخد اصلا اشعة وتحاليل، وكل الكلام ده بشكل مجاني. صحيح. احنا يعني خليك معنا، احنا هنكمل كلامنا، ولكن دلوقتي يعني يمكن الساعة 9 وده موعد موجز الانباء بصحبة زميلتنا لمياء حمدين. لمياء صباح الخير. شكرا لك مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رئاسيا بالعفو عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية التي حضرها الرئيس السيسي والسيدة قرينته، حيث أكد الرئيس السيسي حرصه على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن، لافتا لإطلاق حوار مجتمعي بها هذا الشأن. هذا وقد كلف الرئيس السيسي الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالمرأة، كما أصدر قرارا بتمثيل المرأة في مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.
شددت وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته. واعتبرت الخارجية تلك التصريحات غير مسؤولة وتحريضية، لما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم. وأضافت الخارجية أن مثل تلك التصريحات تقوض مساعي تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. تستأنف المحادثات اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ الذي يزور العاصمة موسكو في زيارة لروسيا تستمر 3 أيام. وفي وقت سابق قال بوتين خلال اجتماعهم الأول إنه نظر في مقترحات الصين بشأن كيفية حل الصراع في أوكرانيا، مضيفا أنه ستتاح لهما الفرصة لمناقشة أفكار بكين. من جانبه أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين بكين وموسكو في إطار تعاون استراتيجي شامل. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن انفجارا وقع في منطقة جانكيوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية يعتزم الوصول الروسي في البحر الأسود استخدامها. وقالت إدارة المخابرات الحربية الأوكرانية إن الصواريخ الروسية يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومترا في البحر. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيسعيان إلى فصل بلاده عن القوقاز الجنوبي بمحاولتهما فرض سطوتهما على مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع نظيره الأرميني أضاف لافروف أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يحاولان تقويض الهيكل الأمني في هذا الجزء من العالم. رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بفارق 9 أصوات أول مقترح بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد. يأتي ذلك بعد أن تجاوزت الحكومة المجلس للدفع بخطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بالتأييد، لكنها لا تزال تواجه تحديات مع استمرار الإضرابات والاحتجاجات على الخطط التي تهدف لرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع قانون يلزم برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بمنشأ فيروس كورونا. وقال بايدن إنه يشارك الكونغرس هدفه المتمثل في الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات عن منشأ كورونا، لكنه أضاف إن إدارته ستضع الأمن الوطني في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما سينشر من معلومات. انتهى موجز 9، ونعود مرة أخرى إلى زملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا. خلينا مشاهدينا نستكمل تاني كلامنا مع الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء. أستاذة سمر، كنا وقفنا عند الملف الصحي للمرأة واتكلمنا عن إن هو بيغطي كتير مع المرأة المصرية. لو جينا اتكلمنا عن التوجيه الغير معلن من قبل سيادة الرئيس امبارح لما شفنا التأكيد على حزمة القرارات اللي تم اتخاذها، الرئيس بيقول دعموا الست وخدوا بالكم منها وخليكم لطاف معاها بشكل كده يعني مضبوط وسط الكلام. صحيح، عايزه اقول لحضرتك ده اكمالا للاهتمام على فكره. هو سيادته مشكورا فعلا، زي ما احنا قلنا مش المراه بس، المراه طبعا في المقدمه، وكان سياده الرئيس اشار لهذا في اكثر من محفل. أنا ليه بهتم بالمرأة؟ أو أحيانا الرسالة بتتوجه لها بشكل أساسا أساسي نتيجة لأن المرأة، وده سمعناه امبارح وأيضا في مؤتمر الشباب قبل كده، المرأة المصرية لما بتشعر أن الأرض دي آمنة بتبقى حاسة بالأمان على بيتها وجوزها وأولادها وهم بيتحركوا بيمارسوا حياتهم، وبالتالي بتدي أكتر
ومن هنا في اهتمام كبير جدا بيها. خلينا نكمل بجانب الجانب الصحي، ان احنا كان في عندنا اهتمام امبارح بالجانب الاقتصادي اللي هو الاهتمام بدمج المراه في مجالس ادارات الهيئات المختلفه. ده بقى بيكمل، عايزه اقول لحضرتك، مجموعه من المكتسبات الرائعه اللي اخذناها قبل كده. ده هيعمل ايه بالظبط عشان المصريين ربما مش فاهمين هذه الرساله وعمق تاثير هذه الرساله؟ هيعمل ان انت حضرتك، انت دلوقتي انا مش عايزه اقول بقى ان انت بتتكلم على كل المجتمع عشان ما تزعلوش، لكن انت مجالس ادارات الشركه لا اكتر من نصف المجتمع اللي هو بيدي واللي هو بيشتغل واللي هو بيبقى صوره بالنسبه لك واللي بيحرك الاسره كلها، انت بتدي له مكتسبات وبتدي له حقوق بتساعده على ان هو يدي اكتر وان هو يشارك اكتر، وده اكمال لحاجات كتيره جدا في هذا الجانب. يعني احنا قعدنا فترات طويله ما شاء الله كان عندنا ايه، مع احترامي للمقعد الوزاري الموقر، دايما المراه موجوده، لا وزير التضامن لا وزير الشؤون الاجتماعيه، ولكن الان ولاكثر من دوره بقى عندك 8 وزيرات فضليات في تخصصات مختلفه واثبتنا جداره في هذه التخصصات. بقى عندك المراه لاول مره مستشاره للامن القومي سياده السفيره فايزه ابو النجا، بقى عندك تمثيل اساسا للمراه مش بس مجالس ادارات الهيئات زي ما اشار سياده الرئيس بالامس، ولكن ايضا في بقى عندنا محافظ، وكنا بنحلم ان المراه تكون محافظ، بقى عندنا بعد اعداد وتاهيل الشباب من خلال البرنامج الرئاسي لاعداد الشباب للقياده معاونات ومساعدات للمحافظين والوزراء من الشابات الفضليات. فاذا انت الجانب ده كله زائد بقى طبعا برامج الشمول المالي اللي احنا شغالين فيها، مع الوضع في الاعتبار انهم مش بس بيمثلوا علشان هم مراه، وبيمثلوا علشان هم متعلمين كويس قوي، متدربين كويس قوي، محطوطين في المكان ده عشان هم كان عندهم قدرات مش عارفين يبين. صحيح طبعا. هو على فكره احنا مش بنتكلم هنا ان انت بتدي ده عشان ده راجل ولا ده امراه، انت بتاهلي وبتحسي ان اللي قدامك عنده قدرات يقدر ان هو يدي في المجال دوت. يمكن دوت الجانب الاقتصادي، وعلى فكره حتى الجانب الاقتصادي ايضا استراتيجيه تمكين المراه 2030 بتؤكد عليه. الجانب السياسي وده مهم قوي بقى واللي بيكمل اسناد هذا الدور، مش عايزه اقول احنا شايفين طبعا صوره البرلمان. انت عند حضرتك برلمان 2015 يعني كان عدد السيدات الموجودين اللي فيه 148 سيده، 2020 وصلنا في الدوره السنه الجديده 162، وشفنا الصوره الجميله سياده النائبه فريده الشوباشي لاول مره سيده مصريه تفتتح اللي هي الدوره البرلمانيه، وده يبث على مستوى العالم. صحيح. وعندك ايضا في نفس التمثيل في مجلس الشيوخ واللي هي النسبه المعينه في سياده الرئيس ايضا ضعيفه، ووصلنا ان احنا لاول مره اللي هي وكيله المجلس سياده النائبه فيبي فوزي ان انت يبقى عندك امراه ايضا وكيله المجلس الشيوخ. وايضا استراتيجيه تمكين المراه 2030 بجانب هذه النسب يعني بتلح اكتر وتؤكد على ان النسبه هتزيد في المرحله المقبله. في جزئيه مهمه جدا بقى وهي الاخيره لان الوقت سريع، ما اشرناهاش في الجانب الاجتماعي، المبادرات المعنيه بتحسين حياه المراه ككل، حياه كريمه. يعني مش عايزين نقول حياة كريمة يا جماعة ليست وصلات مياه ولا كهرباء إلى غيرها، دي مبادرة عالمية أشادت بها كل المؤسسات الدولية، بتبني مدارس، بتبني مكتبات. صحيح. بتوفري فرص عمل، بتدربي نساء على مشروعات اقتصادية صغيرة، بتطوري البنية التحتية، بتطوري المنازل والبيوت وإلى غيرها، بتوفري حياة بالزبط. كريمة للمصريين. فأعتقد هي دي المبادرة الأكبر. صحيح. والأشمل اللي تم العمل عليها الفترة اللي فاتت. كل الشكر ليكي، نورتينا وشرفتينا، الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، أهلا وسهلا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا ليكي يا فندم. عشان كده خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية اتكلم عن مشروع قانون الأحوال الشخصية اللي ربما حتى الآن لم يصدر بشكل كامل ومرضي لجميع الأطراف. الرئيس قال إن في حرص كبير جدا على خروج هذا القانون بشكل متوازن وبشكل موضوعي. الهدف من هذا القانون في النهاية هو حماية الأسرة وحماية الأبناء. نفس المنطلق ده
حماية الأسرة وحماية الأبناء، اتكلم سيادة الرئيس على أهمية توثيق الطلاق، وقال إن الإجراء ده الهدف منه حماية وسلامة المجتمع والحفاظ على حقوق الناس. خلينا معانا دلوقتي نتكلم في الموضوع ده. معانا في الاستوديو المستشار هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا والمحامية والمحكمة حاليا. أهلا وسهلا بيكي مستشار. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طيب تفاصيل كده محتاجين نتكلم عليها، توثيق الطلاق، اللخبطة اللي موجودة، الست المصرية ازاي تحس بالأمان، الرجل المصري ازاي يبقى حاسس ان هو كمان مش مهضوم حقه، الأطفال وهم الأهم انهم يبقوا حاسين ان ليهم مكان عند الأب وعند الأم، كل التفاصيل دي حضرتك تقول لنا بقى التعديل اللي هيحصل فيها ازاي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عايزه ابدا كلامي بقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، لان دايما الرجل لما بيطلق الزوجة أو بيحصل طلاق عشان يرجع يقول لا ده هي كانت السبب، هي اللي كانت طالبة خلع، هي اللي كانت طالبة طلاق، لكن هو لما بيطلق أو بيحصل وقعة الطلاق في بعض الرجال بيطلقوا الولاد ويدخلوهم في المشكلة، والسيدات تبدأ تعاند بالولاد، أنت ما فيش رؤية مش هتشوفهم، يبقى مش دايما بقى. مش دايما، ما ده اللي أنا قلت دايما بعض. لا لا بعدها بعض. لا أنا قلت البعض أنا قلت البعض فهو فعلا هو البعض بيعمل كده للأسف، ودي دايما انا بقول الاستثناء لازم اتكلم عنه عشان اتجنبه طبعا، وبالفعل بنعمل افويد لده في تعديلات. يعني احنا مثلا عندنا قوانين بقى لنا 100 سنه في قانون الاحوال الشخصيه محتاجين تعديلات، وكل وقت بنطلب بالتعديلات، حتى قانون واحد لسنه 2000 كتير نادينا بالتعديلات لمصلحه مش المراه بس. يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وده العصر الذهبي للمراه الحقيقي فعلا قد ايه مهتم بالمراه، بس هو مهتم بالاسره كلها، ما هي المرأة هي الأسرة. النهاردة احنا في عيد الأم، فده عيد الأسرة، فمعنى كده أن الأسرة يتم تعديل كيانها بالحقوق للمرأة وللرجل، يبقى في الآخر هتعود على الطفل، وده اختصاص محاكم الأسرة، هي أول حاجة فيها المصلحة الفضلة للصغير. فمعنى كده أن أنا بعمل كل الأتموسفير الصحي للطفل ده. فمعنى كده برضو ان انا لما بقول بناقش تعديلات جديده بما فيها 182 ماده بالفعل تم مناقشتها في المشروع الجديد اللي هيظهر وهيبقى يعني مولود جميل في خلال ايام ان شاء الله، ده هيبقى فيه تعديلات للاسره كلها، للاب اولا هيبقى ما فيش رؤيه، هيبقى فيه استضافه في بيته، هنلغي موضوع ان مفيش صله رحم، هيبقى فيه ان ياخده يستضيفه في بيته بمبيت واستضافه، لان في مبيت وفي استضافه في القانون الجديد، ومتحددت ساعتها كمان بالفعل في المشروع الجديد، فده موضوع مهم جدا. الفرق بين المبيت والاستضافه، الفرق بينهم ان المبيت ان هو يقدر مثلا عنده عدد ساعات معينه من 8 ل 12 ساعه في الاسبوع يستضيفه في بيته غير الرؤيه، لكن المبيت عليه مرتين في الشهر ان هو يبات عنده، وبعد كده ممكن يبقى في تقسيم للعطلات الرسميه او كده بين الاب والام، فمعنى كده في فعلا تربيه مشتركه، واحنا مع الموضوع ده جدا، فده طبعا حاجه يعني كبيره للطفل وللاب ان هو ده مربوط بايه؟ ده مربوط اولا ان هو يكون بينفق عليه، وده شرط من الشروط، وده سؤال لحضرتك هايل، فعلا ده مرتبط ان هو يكون بينفق، يعني الاب الممتنع عن النفقه بتاعه الاطفال هو مش هيشوف الطفل، وده انا مش بقول، في ناس تقول لك لا ليه نربط ده بده، طب وانت ليه برضو ما تصرفش على ابنك؟ يعني صحيح. انت ليه بتطالب ان انت تراعيه بس ما تصرفش عليه؟ انت في الاخر بتصرف عليه حسب يسارك، حسب لو احنا في المحكمه القاضي بيشوف، احنا بنشوف دخله ايه، هو تحريات مباحث، اثبات الدخل بكل طرق الاثبات بما فيهم التحقيق، فكل الكلام ده انت في الاخر هتدفع حسب يسارك، لكن انت تمتنع عن الانفاق وتقول انا عايز اشارك في التربيه، طب التربيه ايه؟ ما ده جزء من التربيه. صحيح. فطبعا كل الكلام ده معالج في القانون الجديد. طبعا موضوع ان برضو الغاء الحبس في قائمه المنقولات، وانا معاها جدا ما بقاش في جنح التبديد قائمه منقولات عشان بس الاب مش بينا من الولاد نروح للمنقولات، خليكي معانا واحده واحده، لسه عايزين نتكلم عن دي جزء من القانون يعني بالظبط، ده جزء من التعديلات فعلا اللي موجود، وده برضو حاجه ايجابيه، ده هيريح قطاع كبير جدا جدا فعلا. والاب عشان دايما ما بنقولش ان احنا مع الام فقط او مع كده، لا احنا مع الاب، عداله القضيه كلها بالظبط، مع الاسره والطفل طبعا في الاخر. موضوع طبعا خطاب بقى سياده الرئيس امبارح، ودي كانت مفاجاه، يعني ما كانش لسه اتحطت لها الشكل القانوني او كده، موضوع توثيق الطلاق. توثيق الطلاق ده كان حقيقي خطاب يعني قد ايه خلانا كلنا ننتعش من اللي بيحصل ومن المعروض. ليه؟ لان النهارده لما السيده تطلق غيابي
او ان هي يرمي عليها زوجها يمين الطلاق. فهي في الاخر بتروح لما يحصل تصالح بينها وبين الزوج، بقوا الزوج وزوجها مش عارفين هم دلوقتي متجوزين ولا متطلقين، فيروحوا دار الافتاء. وبالفعل يعني سياده المفتي قال ايه؟ قال ان فعلا عندنا حالات حوالي 240 الف حاله في خلال 5 سنوات اقر منهم حالتين فقط طلاق. ليه؟ لان في حاجات لحظه غضب فيقول لك لا ده مش محسوب، انت طالق في خناقه، او مثلا حاجه تانية تكون في نطاق القسم، يقول لها لو رحتي بيت والدك انت تعتبري طالق، ده مش طلاق، ده يعتبر قسم ويعتبر ليه كفاره 3 ايام صيام. فهو كل الكلام ده في الاخر قال ان اللي عايز يطلق هيروح على المأذون، والمأذون هو اللي هيحدد والله طلاق وقع وقعد عليه فتره معينه اصبح طلاق بائن. ما احنا عارفين الطلاق البائن بعد 3 شهور بيبقى بائن، يعني ما ينفعش حتى رجوع، يعني حتى لو كانت اول طلقه ما ينفعش يرجعها ما دام طلقها وغاب عنها 3 شهور. فكل الكلام ده مين بيحدده؟ يبقى تروح للمأذون ما دام عايز تطلق، تروح للمأذون، ما فيش حاجه اسمها انا طلقتك وبعد كده تروحوا للمأذون او تروحوا دار الافتاء تقولوا يا ترى احنا وقع الطلاق ولا ما وقعش. فالتوثيق طبعا مهم ويترتب عليه حقوق ماليه. فطبعا احنا الكلام ده بنسمعه في الميديا من سنين طويله ان هيحصل تعديلات في قانون الاحوال الشخصيه، والصحف كتبت والبرامج اتكلمت. متى سيحدث هذا التغيير؟ الرئيس يطالب والهيئات تجتمع، وزير العدل عنده اكتر من مشروع قانون، ايه اللي هيحيله لمجلس النواب؟ ما هي افضل صيغه؟ يعني هنستقر ازاي؟ وحضرتك بتقولي ان حضرتك كمان ايضا يعني من ضمن الخبراء في وزاره العدل. بالظبط، هقول لحضرتك حاجه، هو احنا بقالنا كتير بالنادي بده وفي مطالبات، لكن احنا النهارده في ارض الواقع، لان بالفعل في مواد وفي لجنه تم مناقشه المواد، وبالفعل المواد خرجت كمشروع موجود وهيقر في خلال ايام. لا احنا في مرحله جديده تماما، احنا كنا بنحلم بيها زمان، احنا كنا بننادي بيها ومشاكل وبنتكلم في الاسره، وانا كنت كقاضيه اسره ورئيسه محكمه للاسره ياما شفت الكلام ده، كنت حتى باخد التولز اللي اقدر احكم بيها، كنت بدي اوقات يعني نفقه مثلا مؤقته في نفس اليوم عشان ما ناخرش نفقات يعني لمده اكتر لغايه اثباتات وكده. فدلوقتي بقت مقرره اكتر، يعني بقى ليها مده محدده لازم يتحكم بيها في النفقه. فكل الكلام ده ما كانش موجود، ده فعلا مشاكل بنواجهها دي حقيقه في كل القوانين اللي فاتت بما فيهم واحد لسنه 2000، حتى ترتيب الحضانه ان هو الاب يبقى في المرحله الاخيره، بدا يبقى في المرحله على طول، يعني الزوجه لما تتزوج بقت الام ام الام ام الاب بقى الاب على طول، كان قبل كده قبل الاب في الخاله والعمه، المشروع الجديد قال لا الاب على طول. فطبعا كل ده ما كانش موجود، ده كان حلم، يعني كان الناس تقول مثلا ارامل، الارامل من الرجال كانوا يقولوا احنا عاوزين، طيب ليه لما يتوفى او تتوفى الام ليه تنتقل الحضانه للجده؟ طب ما تنتقل لينا مباشره، يعني البيت يتخرب نهائي. فدي يمكن ده ما اتحطش في تعديل لسه، بس على الاقل التعديل اتحط من الاب في المرحله الرابعه، ويمكن ده بطالب بيه الجديد لارامل من الرجال ان هم يبقى في حاله الوفاه للام تنتقل الحضانه مباشره للاب ما دام في حاله الوفاه فقط مش الطلاق. ليه؟ عشان البيت ما يتخربش تماما، يعني مش الام ماتت والاب كمان يتاخد ابنه منه، فالبيت اتخرب يروح للجده، مين اولى؟ يعني الجده في حاله الوفاه ولا الاب؟ طب كل دي تعديلات، خلينا على ارض الواقع، امتى هتصدر؟ في خلال ايام. دي في خلال ايام، خلاص ده كلام نهائي اقره بالفعل البرلمان، المشروع خلاص اتقدم وتوافق عليه سياده الرئيس الجمهوريه، يعني مش عارفين نقول ايه بصراحه على اللي بيحصل، بس حاجه رائعه لان خلاص الموضوع تم اقراره بالفعل. انا مش بتكلم في الحلم بتاع زمان واللي احنا بنحلم بيه والطلبات اللي هي يا ريت يحصل والكلام ده، لا بالفعل الموضوع ده تم اقراره في خلال ايام، مش في خلال شهور، في خلال ايام هيطلع القانون للنور. فطبعا ده هيبقى حاجه يعني خطوه كبيره جدا، وعلى فكره وهنفضل برضو لسه في مطالبات وهتبقى في مشاكل من نوع اخر، يعني ما فيش حاجه بتنتهي لان دايما الناس مش راضيه بنسبه 100%. هو تم اقراره في لجنه الخبراء في وزاره العدل، وما زال مشروع للقانون الاساتذه في الاعداد بيقولوا لي، وهيروح للبرلمان يتعمل عليه حوار مجتمعي، ولكن في الخطوات النهائيه يعني ممكن نقول خلال شهور، يعني انا اتوقع ان هو في خلال مده اقل بكتير. تمام. صندوق الزواج اثار جدل كتير قوي في الفتره اللي فاتت، والسوشيال ميديا قعدوا يتكلموا كتير قوي عليه. هل صندوق الزواج فعلا ممكن يعتبر داعم للارمله والاطفال، لمن لم يعني ما عندهمش حد ينفق عليهم؟
طبيعي طبعا. موضوع الصندوق بتاع رعاية الأسرة ده موضوع يمكن هو كان موجود برضو قبل كده، ولكن تم عليه بعض التعديلات الكتير اللي موجودة وإحنا بنكرها، إن هو يبقى فيه مبالغ معينة بتتحط، بتبقى مبالغ رمزية، لأن في إشاعات طلعت قالك إحنا بقى كل واحد يروح يتجوز يدفع كمان مبلغ معرفش كام، لا هو مش مبلغ ولا حاجة، أنت تدفع 50 جنيه معرفش في إيه لما بتعمل حاجة معينة، و 20 جنيه من وأنت بتدفع ضريبة معينة، يعني هي مبالغ رمزية جدا مش مئات جنيه حتى، عشان ناس يعني الحقيقه قالوا نسب بقى من المهر والمؤخر والكلام ده، لا ده مش موجود خالص، هي نسب بتتحط في الصندوق لايه؟ للحالات الاستثنائيه، حاله مثلا طلاق ومفيش دخل يبقى منه، حاله كارد اتاخد على حساب الزوج فيتسدد، فكل الكلام ده اصبح موجود وليه مراقبه من جهه معينه، فطبعا كل الكلام ده امان للاسره كلها، برضو للاطفال وللمراه في حاله اللي هي المراه الارمله، المراه في حاله الطلاق، للاطفال اللي هم المصاريف مدارسهم، مش هنلاقي النهارده واحد تم الطلاق او ظروفه لا تسمح وما فيهوش دخل فعلا وملوش دخل حقيقي، هنلاقي الولاد خلاص تقعد من المدارس ولا تقعد منتظره ايه؟ فطبعا كل الكلام ده يعني انا شايفه برضو ان ده من الحاجات اللي بنتكلم في المدارس في مختلف مستوياتها، لان احنا طبعا عندنا المدارس الحكوميه بالمجان كامله، لكن احنا بنتكلم في المتوفر لهم نوع مختلف من التعليم بالفلوس. حتى على فكره اللي في المدارس الحكوميه بيبقوا محتاجين ان هم ادوات معينه للدراسه، محتاجين مواصلات، طبعاً محتاجين طبعاً كتب، محتاجين يعني حاجات كتيره، حاجات للريسيرش اكيد عندهم ابحاث برضو عندهم طبعاً، حاجات تولز كتير بيستعملوها، فمحتاجين مصاريف اكيد. كلام سياده الرئيس تقاطع ايضا مع عدد من الحاجات اللي ربما تدخل كمشاريع قوانين، يعني مثلا زي ضروره المساواه ما بين الرجل والمراه في الحصول على الوظائف، ضرورة القصة بتاعة عدد كبير من الأشياء ربما اتكلم عنها الرئيس امبارح في خطابه يوم أمس، باعتقادك ده برضه ممكن يخش كتشريعات؟ قصة مجالس الإدارات إن هي تبقى لازم عضو في مجالس الإدارات، ممكن برضه ده يخش ازاي كمشروع قانون أو يناقش برضه تشريعيا؟ هو الحقيقة هو ده بقى مش مشروع قانون، هي بالفعل إحنا المرحلة اللي فاتت السنوات الماضية شهدت يعني تطور كبير قوي في موضوع تولي المرأة مراكز قيادية، يعني أنا يمكن أنا لما تعينت زمان في القضاء أنا كنت 12 قاضية فقط، أنا كنت من 12 قاضية، فلكن ضمن منظومة القضاء كله ولا محكمة الأسرة؟ لا لا كله، أنا مسكت رئيسة محكمة جنايات الأحداث ورئيسة محكمة مدني لمدة كبيرة ورئيسة محكمة جناح مستأنف ورئيسة محكمة أسرة، فطبعا كل الكلام ده يمكن كنا عددنا ما فيش بسيط جدا، كنا يعني 30 واحدة وإحنا ال 12 اللي بعدهم، دلوقتي العدد كبر، وبعدين دخلت المرأة وتولت قاضية في مجلس الدولة ودي حاجة جديدة، فكل ده في عصر سيادة الرئيس الحقيقة المرأة شهدت إن هي بقت وزيرة، بقت محافظة، بقت قاضية بحجم كبير، دخلت قضاء مجلس الدولة اللي كانت بتحلم بيه، فهو يعني تحققت أحلام كتيرة للأسرة وللمرأة، وطبعا أنا برضو سعيدة الحوار ده النهاردة في يوم عيد الأم، يعني بقول لكل أم مصرية كل سنة طيبة والحمد لله إن إحنا في العصر ده، ويا رب يكمل بس يعني اللي بيحصل للنهاية إن شاء الله. دايما إن شاء الله هيكون اللي جاي أحسن. خلينا نقول إن أكيد في ناس أو أكيد مر عليكي قضايا شديدة الصعوبة أو غريبة ممكن تكون بسبب عدم توثيق الطلاق، بسبب عدم الاتفاق بين الزوج والزوجة، قولنا كده أبرز الحاجات اللي هتحسي إن القوانين الجديدة فعلا هتعيد الأمور لنصابها عند الزوجة وعند الزوج وعند الأطفال. هقول لحضرتك حاجة، حضرتك جيتي في نقطة يمكن أنا ما كنتش عارف حتى إيه الموضوع اللي هنتكلم فيه، بس الموضوع ده على فكرة عامل أزمة، ويمكن أنا في أرض الواقع كمان من خلال القضايا اللي بشوفها بقى دلوقتي مع الناس بعد المنصة، يعني دلوقتي أنا بقيت انفولفد في الناس، عندي يمكن مشكلة كبيرة جدا لزوجة رجل أعمال كبير مش هقول اسمه، لكن مشكلة لا لا من غير أسامي، زوجة رجل أعمال كبير تعرضت لده قريب، إن هي علشان ميراث معين تم تطليقها قبل ما يتوفى بشهرين، وهي أم لابنه أو لبنته، يعني مش عايزة أحدد برضو ابنه ولا بنت عشان ما يبانش هو مين، فالقصة كلها إن هي ما بقى في طلاق، هي مش عارفة اتطلقت إمتى، فالطلاق الغيابي دي مشكلة كبيرة، ليه؟ لأن في إرادة، لازم أشوف إرادة الزوج، إرادة حرة ولا لأ، النهاردة بقى لما نقولها كقاعدة عامة، المرأة زي ما تزوجت بولي عند مأذون تطلع وشهود ومأذون من حقها إن هي تحضر وقعة الطلاق، صحيح. تقدر تدافع عن نفسها، جايز في رجوع، جايز المأذون يحاول يوفق بينهم، يبقى في شهود شايفين إرادة الأب كان إيه أو الزوج كان إيه، هو الأساس اللي هيتم
على أساسه وضع الأمور في نصابها. كل شكر ليكي المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقا، نورتينا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. اهلا بكم من جديد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر امبارح مجموعة من القرارات اللي بتستهدف في الاساس تمكين المرأة في كل المجالات، منها بقى طبعا تمثيل المرأة في مجالس ادارات الهيئات العامة، شركات قطاع الاعمال، الشركات التابعة ليها، حاجات تانية كتير يا مصطفى. صحيح، كان في تكليف من سيادة الرئيس للحكومة علشان يكون هناك دعم للبيئة التشريعية، البيئة المؤسسية للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر الخاصة بالمرأة. نتكلم هنا على المرأة الريفية، نتكلم هنا على المرأة المعيلة. كان في أيضا خطاب من الرئيس أو توجيه من الرئيس أو رسائل من الرئيس بحماية المرأة العاملة، بضمان حقوقها في مشروع قانون العمل القادم. خلينا نتعرف على التفاصيل التشريعية. ماذا أراد الرئيس أن يرسل من رسائل خلال احتفالية المرأة المصرية اللي سبقت بيوم واحد عيد الأم؟ النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة بالبرلمان المصري ضيفتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بحضراتكم، صباح الخير عليكم وعلى كل مصر. أهلا بك يا دكتورة. دكتورة، بداية لما نيجي نقول امبارح قرارات رئيس عبد الفتاح السيسي، كان في حزمة من القرارات كده كلها داعمة للأسرة المصرية وبتصب كمان في صالح المرأة والرجل والأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة. لو جينا قلنا رأيك في هذه القرارات أبرزها من وجهة نظر كانت إيه؟ خلينا نبص بشكل عام. الأول هو طبعا ده يدل على شيء، أو القرارات اللي كانت أمس، وأنا الحقيقة كنت موجودة في الاحتفالية وكلنا يعني شاهدنا الإنجاز الكبير، لأن القرارات كلها على طول الخط قرارات منصفة للمرأة، ولكن ده يدل على شيء بيدل على الاستمرارية. احنا عندنا خطة استراتيجية واضحة حطناها منذ تولي القيادة السياسية، ويمكن ده كان لأن القيادة السياسية عندها إيمان بأن احنا لازم يبقى فيه تمكين للمرأة، وأنه مش مجرد شعارات سياسية ولا مجرد كلام على ورق. زمان كنا يعني ماشيين في خطوات التمكين دي شوية بخطوات يعني بطيئة جدا، حتى احنا ما كناش حاسين بيها، احنا كسيدات ما كناش حاسين بده، المجتمع كله ما كانش حاسس بالخطوات دلوقتي دي. في ايه؟ دلوقتي احنا بقينا نشوف ان احنا ماشيين بخطوات اسرع بكتير، فبالتالي انا بقيت اشوف ان الناس اللي في القرى الريفية المعدمة اللي في القرى اللي كانت مهمشة، لا بقوا بيقولوا احنا بجد حاسين ان في جديد، حاسين بانجاز، ملامح جديدة بقت في القرى المصرية. زي مثلا لو قلنا على مشروع حياة كريمة، قد ايه المشروع ده فرق جدا مع المواطن البسيط اللي كان بيته من ريح من تراب، اقل شوية مطر ولا هواء البيوت كانت بتقع وكانت بتغرق. فدلوقتي بقينا نشوف استراتيجية جديدة، ده إن دل على شيء لا احنا عندنا فعلا إرادة قوية. نفس النظام ونفس السيستم احنا شايفينه ماشي بخطوات سريعة جدا في مجال تمكين المرأة. يمكن لو اتكلمنا بنظرة عامة شوية عن التمكين، وخلينا اتكلم على التمكين السياسي، يعني بما اني انا اعتبر انا بشوف نفسي ان انا مثال للتمكين، يعني انا نموذج حي للتمكين السياسي وتمكين المرأة المصرية. زمان يمكن ما كانش عندنا في البرلمان الا نائبتين فقط، وطبعا مع كفاح ونضالات على مدار التاريخ المصري منذ ثورة 1919 ابتدى العدد يزيد، ولكن برضو مش بصورة كبيرة. لما ابتدينا نحط كوتا أو وجود حصة تلزم الدولة المصرية بأن لازم يبقى فيه عدد معين يمثل هذا القطاع الكبير من المجتمع وهو القطاع النسائي بالضبط، القانون نسبة 25%، ولكن طبعا مع زيادة التعيينات 100 وحاجة و40 نائبة أظن. اللي أنا عاوز أقوله أن الكوتا في حد ذاتها هي مش ده الهدف، يعني دي مجرد آلية علشان نوصل في النهاية لمرحلة التمكين، واعتقد احنا دلوقتي بنسعى لها بصورة كبيرة جدا، لان الحقيقة لازم الناخب المصري يبقى مقتنع ان هو نازل ينتخب الأكفأ، مش نازل ينتخب الرجل لان هو رجل، ولا المرأة انا مش هنتخبها لانها يعني احنا عندنا للأسف الثقافة الشعبية بترسخ للصورة النمطية للمرأة وان هي مكانها البيت وكده، فمحتاجين نغير في الثقافة الشعبية دي كتير. هل شايفة ان ده لسه موجود؟ اعتقد ان الوضع مختلف قوي، خصوصا
احنا مرينا بفتره كده فيها نكسه في وضع المراه المصريه، ولكن الموضوع سرعان ما بعد يعني سنوات لقينا الموضوع تاني مع بدايه عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شفنا الطفره اللي حصلت، شفنا تعيين نائبه او مستشاره للامن القومي، شفنا تعيين ده حقيقي على المستوى التنفيذي وعلى المستوى القيادي. انا بتكلم ان احنا لازم يبقى في مواكبه كمان على المستوى الشعبي، على المستوى الثقافي عند المجتمع. لازم يبقى المجتمع نفسه شايف ان انا نازل انتخب مش وفقا للجندر، انا نازل انتخب وفقا للاكفأ. مين الاكفأ بقى، رجل او مراه؟ هنا مش هتفرق. طب المراه عملت ايه في اخر برلمان؟ عندنا قوانين زي الاحوال الشخصيه، عندنا قوانين متعلقه بالعمل، عندنا قوانين متعلقه بالمساواه ما بين الرجل والمراه في الحصول على الوظائف. ماذا فعلت المراه المصريه في اخر برلمان او في اخر نسخه حتى تمكن المراه المصريه من والله هو احنا عندنا يمكن اول قانون اشتغلنا عليه اول ما دخلنا البرلمان كان القانون الخاص بتغليظ عقوبه ختان الاناث، وطبعا شغالين برضو حاليا على القوانين الخاصه بمنع زواج الاطفال. يعني قضايا وموضوعات كتيره جدا، مش عايزين بس نقتصر قوانين المراه او مشاكل السيدات في بس قانون الاحوال الشخصيه، وطبعا لان ده الحقيقه انا مش بشوف ان هو قانون يخص المراه وحدها، وبيخص الاسره الاسره بالظبط كلها. فاه ده محتاج مننا تركيز كبير جدا، وان شاء الله لما يتحل البرلمان هتبقى فيه مناقشات كتيره. وانا بشوف ان دايما اي حاجه بتمس المراه اكتر حد يقدر يعبر عنها وهو لامس مشاكلها فعلا هي المراه برضو. فوجود هذا العدد وهذا الكم الكبير من النائبات في مختلف المجالات ومختلف التخصصات، ده الحقيقه بيسري كثيرا الحياه النيابيه، وبيخلينا نتكلم في موضوعات كتيره قوي. يعني لو مثلا حضرتك كنت ذكرت في بدايه كلامك السيد الرئيس اتكلم فيه الخاص بتمثيل النساء في مجالس الإدارات، أنا بالفعل كنت متقدمة باقتراح في شهر 10 اللي فات بإلزام كمان. إحنا شايفين إحنا عندنا دلوقتي في إلزام لمجالس الإدارات على المستوى الحكومي، لكن أنا كمان اتقدمت باقتراح إن يكون في إلزام للقطاع الخاص إن المرأة تمثل في مجالس الإدارات في القطاع الخاص أيضا، لأن إحنا برضو يعني إحنا عندنا القطاع الخاص مجال كبير جدا، في عدد سيدات كبير جدا، ولكن مش واخدين فرصهم، دايما منحصرين في مجال المحاسبة، مجال الموارد البشرية، ما بيشتغلوش في الحاجات اللي بتطور قدراتهم ومهاراتهم عشان توصلهم للمناصب الإدارية العليا. فلازم ده يبتدي من بدري قوي. فانا شايفه انه برضو مش هيجي غير بالالزام وبتفعيل القانون في هذا الشان. كان بالفعل تم اطلاق يمكن في عام 22 مبادره جائزه التميز الحكومي لعدم او لتكافؤ الفرص بين الرجال والمراه، وكان يمكن من شروطها تكافؤ الفرص، الاستدامه، ودي يمكن الاهم او الاهم في اختيار الموضوع، ان احنا ما تبقاش بس خدنا الجائزه فاحنا كده تمام وخلاص. لا، الاستدامه في ان السيدات تاخد فرصها في الترقي. هنا بنخرج بقى من قصه انها بترقى لمجرد انها سيده او لكوتا زي ما حضرتك بتقولي، لتاهيلها وتركها في مجال العمل لاثبات قدرتها، اذا كانت مؤهله ترتقي، اذا لم تكن مؤهله بالزبط. تتوقف وتعيد تاهيل نفسها. بالظبط. ويمكن عشان كده سيادة الرئيس ركز قوي على الجزء الخاص بالتدريب، لان احنا من غير التدريب ومن غير ما احنا نثقل مهارات النساء في مجتمعنا مش هنوصل لحاجه. عندنا ناس عندنا في مجال خبرات واسعه جدا جدا في كل المجالات، احنا بنشوف يعني المراه محققه نجاحات في كل المحافل الدوليه، مشرفه بلدها وفي اقليميا كمان في حاجات كتيره جدا الحمد لله، تتقلد مناصب كتير مهمه، ولكن ده مش هيتم ومش هيتطور اكتر الا مع ان احنا نمسك الاجيال الجديده ونبتدي نرص عندهم سيدات يقودنا المستقبل. بالظبط. وانا بشوف الحقيقه المجلس القومي للمراه في الجزئيه دي تحديدا يعني عامل مبادرات حلوه جدا وقويه وانشطه كتير، وكمان مركز قوي على السيدات في القرى والريف، وده الحقيقه الجزء اللي احنا محتاجين فعلا ناكد عليه. الرائدات الريفيات يعني ليهم دور مهم جدا في مجتمعاتهم، لازم نديهم الفرصه ان هم يقودوا هذا المجتمع وياخدوا فرصتهم، لان
لان احنا عندنا يعني مواهب كتير مدفونه في الكره المصريه. للاسف احنا مركزين دايما على القاهره اسكندريه يعني على المحافظات الكبيره وشويه يمكن ما بقاش احنا كنا متعودين دلوقتي لكن دلوقتي ما بقاش. انا بتكلم على يعني حقب قديمه لكن دلوقتي الحقيقه بقى في يعني فرص كتيره وفي طرق ابواب كمان بيتم من خلال وزاره التضامن والمجلس القومي للمراه وبيشوفوا يعني الكوادر المستخبيه دي وبيبتدوا يعني زي الجواهر كده المدفونه اللي بيلمعوها عشان يطلعوها للنور. فالحقيقه يعني شفنا كمان امبارح في الاحتفاليه نماذج فعلا مبهره يعني يعني اذكر السيده اللي تخطت عمرها ال 80 وقدرت ان هي يعني كان عندها حلم وطموح ان هي تمحي الاميه ودلوقتي ابتدت كمان تعلم اطفال قريتها. فما فيش فعلا سقف للطموح عند السيده. يمكن علشان كده يعني هي عندنا دايما بشوف او انا متحيزه للسيدات ان احنا دايما عندنا القدره اننا نحلم ونوصل لطموحاتنا. يعني الحمد لله انجازات كتيره قوي بتتحقق على ايد المراه. دوليا المراه هي الاقل فسادا فبالتالي هي الاقدر ان هي تمسك شركات وتمسك مناصب اداريه عليا. فده الحقيقه خطوه مهمه. نعم احصائيات ايه؟ في احصائيات دوليه بتقول ان المراه هي الاقل فسادا. صادره منين يا فندم؟ نعم صادره منين؟ حاسه انك معترض. من الامم المتحده. لا انا بسال بس عشان توثيقا يعني عشان احنا لما نقول احصائيات يعني معروفه جدا في الامم المتحده ان المراه هي الاقل مشاركه في الفساد. وعلشان كده يعني بتبقى ناجحه جدا لما بتتولى مناصب عليا ومناصب قياديه مهمه. طيب حضرتك من الرائدات الريفيات خلينا نتكلم على اختيار المرأة في مجالس الإدارات. امتى أقدر أقول إن أنا أجيب شخصية يعني أنا عندي هدف اللي هو تمكين المرأة. طيب تمكين المرأة ده كيف يتم بناء على أساس يعني يفيد الشركة ويفيد مجلس إدارة الشركة سواء كانت شركة من شركات القطاع العام وفي نفس الوقت يمكن المرأة يعني نضرب عصفورين بحجر بدل ما يبقى مجرد تمثيل من مجرد التمثيل. طبعا تهيئة البيئة الآمنة البيئة الملائمة محاربة كل ما هو سلبي يقضي على طموحات المرأة تهيئة كل الظروف التدريبات المستمرة سواء في على المستوى الحكومي أو على المستوى القطاع الخاص تنمية مهارة السيدات في كل المجالات. أعتقد ده يعني هيعمل لنا قفزة كبيرة جدا في ترقية السيدات في الشركات وفي القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو القطاع العام. وده الحقيقة يعني هيديها فرص مهمة جدا تقدر من خلالها إن هي تحقق النجاح للمنظومة ككل. ويعني أعتقد المرأة لو قدرت إن هي فعلا تثبت نجاح ده فده هيدي أمل كتير جدا لكتير قوي من الشابات والخريجات. يعني إحنا عندنا دلوقتي نسبة كبيرة قوي إحنا كلنا الحمد لله يعني ما عندناش نسب التسرب من التعليم بقت قليلة قوي وتقريبا يعني عندنا عدد كبير قوي من الخريجات على المستوى العالي وكمان على مستوى الماجستير والدكتوراه. يعني عندنا القاعدة زادت قوي ولكن أنا بشوف إن إحنا لو كل ما نجحت المرأة في المهام العملية لأن طبعا عندنا نسب بطالة برضو عالية مش لازم ننكر ده يعني ولكن مش عايزين بس نعتمد على إن إحنا دايما يبقى الشغل في القطاع العام لا عايزين كمان ندي توعية كبيرة لكل الشابات إن في حاجة اسمها ريادة أعمال في إن إحنا ممكن نعمل مشروعات خاصة بينا ونقدر إن إحنا ننجح في ده قوي. فده هيدي طموح وهيبقى حافز كبير قوي لكل الاجيال اللي طالعه بعد كده في ان هي تنجح وتوصل لنفس الهدف. يعني حتى عندنا في لما بننزل مثلا في دوائرنا والدوائر خاصه الدوائر الشعبيه لما بنشوف لما بيشوفوا ان مثلا في نواب شابات او في سن صغير قدروا ان هم يوصلوا لمكانه سياسيه مرموقه في المجتمع قد ايه ده بيديهم حافز ان هم طبعا. عايزين يبقوا احسن وان شاء الله دايما نتمنى ان كل ويبتدوا يشتغلوا على نفسهم ويطوروا من ادواتهم بالزبط. ويستفيدوا من الخدمات والمنح المقدمه بالزبط. للتطوير في الاداء بالزبط. سعداء جدا بوجودك معانا النائبه الدكتوره رشا ابو شقره عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين نورتينا اهلا وسهلا شكرا كده مشاهدينا الكرام تكون
تكون خلصت حلقتنا النهارده. كنت معكم انا مصطفى كفافي، كان صاحبتي زميلتي منى الشرقاوي، كان صاحبتنا ايضا زميلتنا لمياء حمدين. كل سنه وكل ام طيبه، كل سنه وكل امهات المصريين بطيبين. النهارده كانت حلقه مخصصه خصيصا لكل ام مصريه، استقبلنا يعني تعليقاتكم واتكلمنا فيها ودردشنا فيها. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعه 7 حتى 10 صباحا بتوقيت القاهره. صباح الفل عليكم.